السلام عليكم ومساء الخير اتمنى الصوت والصوره كتبان مزيان مساء الخير السلام عليكم لاين يعني واحد الشباب اللي ما بعضنا بعض الاخوان والاخوات وندخلوا في الموضوع ديالنا الموضوع كي كتشوفوا العنوان انتحار رجال الشرطه وصمت الاداره يعني الا كان معنا شي اخ او اخت خدموا في البوليس او اللي عنده شي اب ديالو انتحر ولا شي خوه او شي رجل امن سابقا في شي دوله او في شي بلاصه يتفضل إنا عارف إلا كان وسط المغرب راه ما يقدش يهضر ما عندهمش الحق يهضروا يعني ترجعوا دائما الحرية التعبير غير في الورق أما في الواقع راه منادمة أو شبه منادمة كاع هذا هو اللي غادي نقول لك واحد شويه غادي نبداو في الموضوع غادي نطلع بعض الضيوف وما كرهتش الا كان معنا شي رجل امن سابقا او راه خارج الوطن او حتى وصل الوطن وما مسوقش باغي يهضر يخرج شنو في قلبه ما كاين حتى شي مشكل اغلبيه راه تعرفوا الوضعيه ديال الرجال الامن كي في المغرب تنهضروا على الأمل الوطني راه شبه كارثية <applause> مساء الخير مرة أخرى مرحبا بكم في هذا اللايف خاص بانتحارات رجال الشرطة أو الأمن الوطني اللي كترو شغنقول لك كترو هاد الانتحارات ماشي كترو فوق كترو لله راه هاد السيمانة اللي دازت ولا هادي جوج سيمانات راه واحد الخمسة ولا ستة اللي انتحرو و تيحاولو ديما يضمصو عليهم دائما تيردهم لواحد المشاكل عائلية مع مر إدارة ديال الأمن الوطني في مشاكل المهنية دائما ريتشي مساو الخير المخرج تحياتي سي رشيد مساء الخير ومرحبا بك معنا في هذا اللايف يمكن ما غنطولوش بزاف نشوفوا لو وصلنا لواحد الساعه تنظن مفيده غير باش باش الضوء على واحد الفئه اللي كدير واحد العمل شريف واللي حنا محتاجين اليوم في الوطن ديالنا اللي هما رجال الامن الوطني وللاسف كتلقى الاداره ديالهم ما دي دايراش الخدمه ديالها وكدفع عدد ديال رجال الامن وخاصه اللي عندهم الروتاب لتحت شويه يعني البوليسي العادي حتى الضابط من كيدفعوهم لظروف العمل وهذا الشيء ماشي جديد عليا وماشي جديد على الناس وماشي جديد على الاداره ولكن ما مسوقينش لهم ما مسوقينش يعني معمّر الإدارة جات وجابت شي اقتراحات جابت شي حلول معمّر سمعات معمّر سجلات راه هادي سنين وإحنا تنغوتو أو كنّبحوا معمّر الم... مع الإدارة دارت شي استثمرات استثمرات في رجل الأمن ديالها كيستتمروا مرّة مرّة في الحويجات كيزوقوا علينا بالله درنا شي حاجة مرّة مرّة كيصوروا لينا شي وحدين بدوك كل... لي كاغول او زعما البريغاد د انترفونسيون اللي ما عمرنا في الزناقي باش يخدمو مصلحه المواطن مره مره شي طوموبيلات جداد هذا الشيء اللي كنشوفوا ما باش يستثمروا في الرجل الامن اللي هو البوليسي بالدارجه ديالنا ما مسوقينش ليه سير موت سير انتحر تيمشي واحد تيجي الاخر هذا هو للاسف وهادشي راه كيبكي حنا اللي اليوم اليوم غنهضروا على الانتحار او انتحار في عامه ولكن خاصه غنمشيو للرجال الامن رجال الامن اللي كينتحروا ان كل واحد مساء الخير ومرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه على رجال الامن الوطني ديال المغرب اللي كثروا الانتحارات نقدر نقولوا كاع الانتحارات ولاو بالجمله شي انتحارات ولاو بالجمله ما عرفنا فين غادي فين غنمشيو فين غنزيدو بهم ما عارف. كتعرفوا الانتحار الانتحار هو هو انهاء الحياه ديالك بنفسك عمدا يعني الحق في الحياه ديالك كتهضموا كتقتلوا انت والانتحار هو واحد الجريمة الدافع الأساسي ديالها عامة هو اليأس والاضطرابات النفسية وتتركز هذه الظاهرة عامة على الدول الفقيرة الفقيرة تنقولوا في حويش هدروش على الفلوس ولا على الثروات حيت المغرب ما كنظنش دولة فقيرة انا ما دولة فقيرة بلادنا تنشوف المسيرين هما اللي فقروه المسيرين من قاتل زيد كنقولوا ما كاينش ما كاينش ما اللعب المغرب راه دوله غنيه متافقة معاكم ولكن الثروات مهربينها واخذينها وحدين اخرين واخدينها اللي الفوق تنقولوا اللي البلاد في العالم تقريبا كتقدر واحد نسبة ديال الانتحارات بواحد تمنمية ألف تمنمية ألف لحتى مليون شخص سنويا اللي كتنتحر في العالم تنهضرو في العالم ولكن اليوم غنحاولو نركزو ونسلطو الضوء على واحد الفئة اللي مقهورة وكلاها اللي هي رجال الأمن الوطني اللي هو خاصهم يحميونا أو يحميو الشعب للأسف ولينا كن خاص ليحميهم يحميهم ولينا تنخافوا عليهم هما ماشي تنخافوا منهم او هذا كنخافوا عليهم واغلبيه تنخاف عليهم انا ما تنخافش عليهم من الشعب كنخاف عليهم من الاداره العامه ديالهم انما دارت والو من منذ تاسيس الامن الوطني في 1956 للاسف ما دارت والو واكبر دليل راه هو هذا اللي كنشوفوه حنايا راه كل نهار انتحارات كل نهار ولات وكيضمصوا عليهم كيسكتوهم وزيد وزيد عندك هير البارح راه واحد الضابط مسكين الله يرحمهم كلهم واحد الضابط انتحر في انزكان عندك واحد الشرطي اخر انتحر في الكاتريام في الكوميساريا الكاتريام ديال عرس المعاش سميتها هذيك الا مازال كنتذكر في مراكش عندك واحد السيد اخر الله يرحمه حتى هو تنظن غارديان دو بي طلاق التران يعني عرض راسو للتران باش ينتحر كان كينتمي تندم كيسميوهم الجميمو الى مازال الفكره هي هذيك الى مازال عاقل بحال اللي تنقولوا السيمي آه عندك آه شرطي واحد اخر من الخميسات اللي انتحر في قرب المدينه ديال القنيطره كاين اللي انتحر في طنجه كاين اللي انتحر في اكادير وكاين اللي انتحر في سلا هذا هو المشكل يعني اي مدينه غتلقاو فيها شي انتحار اي مدينه كاين فيها شي مشكل اي مدينه غتلقى شي بوليسي ما تخلى عائلتو وخلى وليداتو وخلى شحال من حاجه وفين غادي نبدل الشيء هذا ما نعرف انا ما كرهتش ما كراتش يطلع معنا شي شرطي سابق او شي شرطي اللي بغي يعطينا معطيات من قاع الخابية يعني وحنا ما بغينا احنا الناس من الداخل لا بريسيون بطبيعه الحال لا بريسيون 100% الضغوطات وهذا هذا الشيء كله غادي نجيو ليه للاسف 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 علاش غنبقاو نفقدوا حدا واحد الناس اللي غادي يحميونا ولا تيمو، هادشي راه من العهد ديال الوالد من بعد نعطيكم واحد شويه على القصه ديال الوالد اللي ما غاديش ننساها ما غندوزهاش، وما عمري دوزتها وما عمري بعث الكرامه ديالي باش نسكت على بحال هاد المواضيع، اي باش تعرفوا، اخي هشام مساء الخير. مساء النور هشام هشام، وعليكم السلام، نهار كبير هذا. كبير، الصحة بخير، كل شيء في الله يطول عمرك، كل شيء بخير. كي الجو عندكم سالا الصيف ولا مازال بدات الشتاء خايف الصويد بدات الشتاء حتى حنا صافي راه الايام الاخيره من من الصيف واش تي ضد البرد <applause> لا 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 انا ما انا ما كيغلبنيش البرد حيت انا تربيت في البرد من صغري مربي في الجبال نلف على البرد لا <applause> انا, أنا تن... عادي نورمال تي أنا... انا تن حماق على شي حاجه سميتها الثلج ما ما تيدي مني والو انا لا ميم شوز صراحه شفت واحد الفيديو ديالك اخاي هشام مؤخرا غير البارح وقيله كنتي كتهضر على أمن. شي رجال الامن فشي ما عقلتش وقيله في الدار البيضاء ولا هذا اللي كي كيعطيو المخدرات ل شو قيلة في الدار البيضاء ولا هذا اللي كي كيعطيو المخدرات ل الصوت كيتعاود في بلاصه اه مي كيشدوا شي واحد كي آه، كيعطيو المخدرات لطلقت انا طلقتو كيشدوا دابا دوك دوك دو على ما كتقول المعلومه كيشدوا مبلين كيعطيوهم باش يوريو لهم فين كاين المروجين يعني آه. وانا في خلال التدخل ديالك اللي سمعت على رجال الامن انا وصلتني آه. قصص غريبه غير مازال ما جاتش الفرصه على انني نهضر فيها صاحبي راه رجال الامن كيصيفطوا لي قصص غريبه لا. عجيبه كيمسوا علاش الاداره ابارامون انا ما عرفت شنو واقع الداخل مي ابارامون كاين واحد النوع من العنصريه داخل الاداره كاين الناس كيحرتوا عليهم كاين الناس كيخدموا ساعات طوال بلا 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 لا, لا راحة بلا حتى حاجة، كاين الناس اللي كيطيح لها الضغط في الخدمة، كاين الناس اللي كضرب 16 ساعة، 12 ساعة، 14 ساعة، كاين اللي مثلا كيمشي ينعس كيدوز واحد جوج ثلاثة سوايع كيعيطوا له كيقول له خصك عاود تدخل. رجع اه. فاش غنقول لك؟ يعني كاين قصص كتعاود لي أنا غريبة، هي ما جاتش الفرصه باش نهضروا فيها وباش نلقيو عليها، وكنظن انا هاد هاد التعب وهاد وهاد التماره الكحله اللي كيضربوها هي اللي كنظن غتكون سبب في هاد لا بريسيون اللي كتوقع لهم اللي كتقدر تادي في التالي الانتحار. وكتلقى كذلك oh كاين عاود شي وحدين كيهضروا لك على مثلا كاين الناس في بوليس ما كيديروا حتى حاجه حيت كتلقى نسيبو آه في ديفيزيونير ولا نسيبو كذا ما كيهز ما كيحط يشوف فوقاش ما بغى كيمشي فوقاش ما بغى. بينما ولاد الشعب اللي داخلين فهمتيني ما عندوش اللي يحمي هذاك راه كيحرتوا عليه وكيطحنوا عليه وما عندوش الحق يهضر ولا هضر كيتوقف كي ولا راك عارف ما هذا هو شوف هو ما فيشتا... هو, الصغر. هو في التاريخ ديال الاداره العامه ديال الوطني معمرها من العهد ديال الوالد ديالي الوالد ديالي كان في اول فوج ديال الشرطه في المغرب في 1956 ما عمر الإدارة العامة اعترفت أو وقفات بجنب شي شرطي أو رجل الأمن ديالها مي كيكونوا عنده مشاكل نقولوا عائلية إلا كانت ما عمر الإدارة اعترفت بلا المشاكل أو الدوافع ديال الانتحار هي الضغوطات العمل مشاكل ديال العمل بالدرجة الأولى هما دائما تعوجوها تديوها تقول لك آه مسكين مشاكل عائلية وش اللي وصلوا لديك المشاكل العائليه راه الاداره وهادشي علاش انا كنزيد ناكدوا حيت ماشي جديد عليا انا الوالد ديالي براسو في الستينات كان تعرض للتعسفات والتنقيلات والضغوطات هبطوه من الكراد ووقفوه ست شهور من الخدمه يعني ما عندكش واحد الدخل خاصه لما كنتش شفار او كتبوس لي الدين او كتشد انت الرشوه نقولو ومن بعد ست شهور طلع ونزل وزيد وزيد الإدارة يعني عاد ردوه للخدمة و ردوه كان تيجيو قاع دوك الأمراض تنقولو جا السكر جا هاد الضغوطات أه كي ولا كيتعاطى الشراب كنقولو أه حتى مرض جا السكر هو اللي خرج عليه مزيان والإدارة ما وقفاتش في ولا تهلات فيه تشيروا بك من مره مره حتي انت عندك واحد الدوسي خايب ولا ما مسوقش تيبداو يشيروا بك من المدينه لمدينه ما تيهزوش الهم ديال العائله وهذا الشيء الى يومنا راه ماشي جديد علينا هذا الشيء الى يومنا الوالد ديالي مات عنده 38 39 عام واو جون اه وشكون ضغوطات هي الاداره اللي خرجت عليه وهذا الشيء نقولوا حنا راه داز هذا الشيء في 1974 مات الوالد ولكن والى يومنا صاحبي باقي هاد الشيء هذا الى يومنا واش هاد الاداره تعرفها تشري قوام الجداد أه تدير لهم شي كسوه مره مره تزوق عليهم يشريوا الطوموبيلات ايوا فين هو الاستثمار على هاد البوليسي هادوك راه مارشيات كيربحوا فيهم فلوس الملاير دايره بطبيعه الحال ماشي كيصاوبوا ماشي كيصاوبوا القميجه ولا السروال باش باش يفركسوا البوليسي راه حيت الفلوس دايره حيت راه داخل تما ميمي <applause> الملاير الملاير تنهضروا على الملاير السلام عليكم وعليكم السلام شكون اللي معنا؟ معك آه آه انا غنقول السميه ديالي ولا يهمني ان كانوا يتابعون هذا اللايف او لا معك شداد حسن متابعينو. انا كنواعدك متابعينه مرحبا معك بكل حسن. شي. معك شداد حسن شرطي سابق لرؤيه ام فاس الشرف لي الشرف والأ... لينا كلمة... تاع مي طلع بوليسي بكلمة... سابقا تفضل بكلمه سيدي رشيد الشرف لي انني نطلع مع الاساطير سي هشام سي هشام جرين دو كندا غتخلص لي الحق لان راسلتك مرارا ومرارا وتكرارا وعذر 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 وراه عليه الدرك وراه خد... خدام <applause> معاكم راه خدام معاكم واحد القضيه والله كون والله كون كن... كن... كون تركب على واحد واحد الماسنجر ولا على ميساج ديال تيك توك ولا على غادي تهرب غادي تهرب مرارا وتكرارا انا كيضرني ن... خاطري انا كيضرني خاطري حيت ما قادش نجاوب على عوابي كيضرني خاطري والله العظيم الى شرف نطلع معكم بجوج في هذا هد... في هذا المباشر هذا مرحبا 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 وانا مستعد نشارك معكم في هذا اللايف هذا ملي شفت ملي دخلت دابا ولقيت الموضوع ديال انتحار رجال الشرطه وصمت الاداره ناري عندي ما غاديش نقول لك المعلومات غادي نقول لك كتعرف ذاك الكاميو الصفر القديم ديك لابان ديالو دي آه. ديك لابان عندي لابان الكاميو عامر <applause> <البيار لي>. بيرلي <applause> بيرلي بيرلي و... بيرلي آه... الاخ حسن الاخ حسن نعم <applause> استاذ <applause> ورحنا تنقلبوا على الناس بحالك لهذا اللايف هذا ما احنا ما تنقلبوا على والو احنا احنا اللي صالح علاش كنهضروا احنا تنهضروا لصالح الوطن بغينا واحد الوطن افضل وهنا دي اليوم واليوم كان خصوه الرجال الامن الوطني بحكم الاب ديالي يعني كان من رجال الامن الوطني الاداره العامه تقول لك الاسره الامن الوطني انا مشت لا اسره ولا هم يحزنون ها باش نقولوا وأك واكبر دليل على ما كاين لا اسره لا تهلاو في ولاد البوليس ها باش نقولها لكم اللي عنده شي وليدات اسير دير على شي وليو راه الاداره والله ما تعقل عليكم من بعد ولا شي واحد فيكم حنا راه توفى الوالد في 74 اه بقينا راك عارف بكري كانت فورماتيك لانفورماتيك طلع ونزل بقينا واقيلا تنعينو واحد المده ديال السنه عام عاد اه ديك الاداره وداك الحسابات وداك الصندوق وداك التخربيق اللي باقي غادي بحال غادي بحال شي نمله عاد اه خرج واحد خيط واحد التقاعد لهاد الربعه تاع الناس وواحد المراه يعني خمسه وداك التقاعد شحال اخي هشام واقيلا راه قلت 20000 مره وما عنديش المشكلة واش اعطيني واحد الرقم شحال ديال الفلوس لا ما يتعداش 1000 درهم الا طال على و 1000 درهم راني مرفاح صاحبي كون تيعطيو 23 درهم واش تيعطيو للواليده كتاخذ الواليده الى يومنا حنا ملي كنا صغار الى يومنا 364 درهم 364 درهم ما يجيش انا شي واحد <applause> اه اه دونك ما يجيش شي واحد يكذب عليا انا يقول لي راه حنا درنا تغيرنا الاداره راه صالح اه صاحبي شوف شوف انا راه شفت انا راه وصلتني ورقه ورقه ديال خصني نقلب عليها باش ن... حيت نشرتها وخصني نعاود نشرها ويمكن وصلت لي انا ورقه, ورقة ديال تقاعد 8 دراهم لا هذه ما عنديش عندي انا 26 درهم 8 دراهم اصاحبي 8 دراهم يا ديال اش هذا وتقلب باش يقج راسو ما يمكنش يشري ب 8 درهم ما كاينش الدراري صاحبي راه داك الشيء شوف داك المجهود اللي كيدير باش يمشي للبوسطه يجيبها راه هي هذيك راه كيخسر 8 درهم الماكله اللي كلا البارح وتصور, وتصور مسكين دابا هذا هذاك الشيء ديال البوسطه كي قلتي او تيمشيو للتريزور تصور هو ساكن في واحد القريه مسكين وغايجي للتريزور اللي كتكون دائما في المدينه خصو يخلص طاكسي ب 25 ولا شوف شحال غيجيبو من القريه وغادي يردو باش يعطيوه 8 دراهم واش هذا الطنز هذا على المواطن ولا شنو هذا هو المغرب اللي تنقولو غنشوفو مغرب احسن ممكن ما يمكنش نمشيو للقدام وحنا عندنا الناس واحلين لور ماشي حتى غاديين يعني معانا واحلين ما تيدخل ريال هو السيد ضرب تمن ها السيد ها السيد انا قالت لك والله امي الله يرحمها كانت كتشد 100 درهم الله يرحمها اه والله يرحمها هو شوف الله, الله يا نعرف كتسمع بحال هادشي الشيء هذا كتشوك هو موضوع شيق ونتمنى نتمنى من دوك اللي كيتصنتوا او كيوصلوا الخبيرات وصلوا الخبيرات الصح ديال بصح وصلوا الخبيرات اللي عنده القرار يقولي لي ليهم راه رجال الامن الوطني راه تينتحرو كل نهار الناس راه مكرفصه راه عندهم مشاكل كبيره من بعد نعطيكم بعض النقاط ولكن آه، كان وقع كان وقع شي مشكل العام اللي داز واقيلا الا ما الا نعم. بدا ما خدتنيش العام اللي داز ولا العام اللي داز كل شي بوليسي بدا كيتيري سمعتي هذه القصه لا هذيك كيتيري السي هشام ياك مالك السي هشام لا لا سي فري سي كنت داز ما بقيتش عاقل فوقاش مي داز السي آه. هشام هذيك كانت وقعت في بالقصيري ملي كندخل البوليسي للكوميساريه وكان عنده مشكل مع المسعوديين ديالو سيفطوش للباراج وجبد الفردي ديالو وقتل خمسه ديال البوليس و... و... وتعتقل في التالي وي سي هذيك كنت انا باقي في المغرب كنت باقي في المغرب يا يا عقلت عليها عقلت عليها واحد السيد كاع بموسطاش مسكين ولا هذا راه عقلت عليه انا دار معايا استجوابات في الحبس توفى في السجن السي رشيد ما, سي ما, سي ما سي 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 سي. خباريش اي والله يرحمه الله يرحمه توفى في الحبس اه اه شوف راه راه شوف الاداره العامه دائما كتوصلهم لهداك الشيء حيت كاين حتى التبزنيس تبزنيس في لي بوست تبزنيس في الكراف تبزنيس في, في البلاصه فين غتوقف تبزنيس في المدينه اللي غتمشي ليها راه شوف راه القضيه أه رشيد رشيد نعم رشيد بزنيس بزنيس هذا واقع تفرضوا ولا مؤسساتي نعم. لكن على الاقل خويا طبق المسائل الاداره الداخل هذا اللي خدمه الا كان عنده الحق في 8 يعطيها خويا 8 السوايع ديالو ما كاينش الدوبلاج بغيت يزيد, بغي يزيد خلص له ما بغاش آه. يزيد آه. يجيب بحالو بحال دابا هنا ما كيفرضوش عليك الاوفر تايم كيفرضوش بيانسي. لا بيان سي الاوفر تايم مرحبا بك كتاخذ واحد ونص بحال دابا كنت كنتي كتشد الدرهم الساعه ولا تصاوب الله كتولي تاخذ 15 حتى هنا لا ميم شوز ماكاينش عليك بغيتي تمشي بحالك كتمشي بحالك حيت هنا حتى هنا ا مومون دوني ولا كاين لهم الاخر لي زانفيرميير حيت كانوا كيخدموا ساعات طوال في التالي ما يحبسوا داكشي قال قال نو خدم ساعتك وسير بحالك اخويا اجيني مزيان سير نحس الضغوطات الضغوطات كثيره هو شوف الاداره العامه دايره واحد كنسميه واحد الاهمال اهمال تام ديال رجال الشرطه دوك الصغار الكرايد من 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 اوفيسيا او من ضابط لتحت واللي الفوق راه مهليه فيهم علاش هذوك راه دايره الفوق راه عالم اخر راه لا شتي دابا في الصيف راه الاغلبيه القريديه الكبار راهم مفطحين في الشمال مع راسهم، والدوله ولا شي واحد كيخلص عليهم الوطينات وذكش هذي هذه راه باينه فهمتي راه مخير ديال القرائدية راه في الشمال مفطح في الوطيل مع وليداتو راه سمعت شي فاكتورات عرفتي شحال وصلوا. والله درت على فيديو راه فيديو <applause> دار ضجه هذيك انا اللي خرجتها. ولا انا راه جاتني انا شو؟ راه خصني هذه المره نبقى نسيفط لك، المجانين نسيفطوا او 500 مليون راه ما كانت أوه. حتى ما كانت فراس حتى شي واحد انا عارف الديتاي انا الديتاي عارف راه هذه الفيلا دي... آه. وكل فيلا 8 مليون دوزو 10 ايام اه دير حسابك 400 عندي فاكتوره 400 كذا 70 وقيله ولا 4 ما كامل لا خلف ما شي حاجه واو 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 بزاف بزاف انا والله العظيم الا فاش وصلتني قلت ربما المعلومه غالطة ولا هادشي لا, لا 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 فاش سولت واحد خينا قال لي فعلا قال داك لوطيل داك الشيء باش كيكري لينا ديال الفيلات لا بطبيعه الحال بطبيعه الحال لا دوك دوك الاثمنه هي اللي كاينه المغرب شوف المغرب راه فات شي حاجه سميتها سكاندناف ولا كندا ولا امريكان في الاثمنه فهمتي فتاب واحد النسبه ما كايناش على كيقول لك بلد فقير راه عندك الحق اللي كتقول ماشي بلد فقير لا 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 المغرب عنده ثروات وعنده الفلوس وعنده زيد وزيد ولكن المسؤولين غرقونا غرقوا البلاد مسكينه في الديون هما تيجيبوا الفلوس باش يقولوا غنديروا غنديروا تيخرجهم تيخبيهم في الابناك عندهم شي كل لقيت انا شي محامي واعر والله تندعي شحال من دوله في اوروبا منها فرنسا علاش حيت فرنسا وعدد ديال الدول لا كيساعدوا في اش كنقولوا في تخريب الدول الافريقيه بلدانهم رشيد راه عارف 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 راه واجب وطني رشيد اه قال اه. اه. <applause> لك كتلقى قال لك كاين عندنا واحد المثل كيقول لك اللي ما ضحك على الضحكه كيحاسبوا كيحاسبوا اللي ما ضحك على الضحكه يحاسبوا كيلقى واحد دقيقة كيضحك عليه سي نورمال واش خبارك انت الفلوس ديال الفوسفات قال لك تيخلصوا الناس ديال التقاعد ديال فرنسا واش خو وا صاحبي خليني ساكت آه واش خبارك... شي حاجه اه خرج خرج, خرج. <applause> واش واش خبارك بلي انت فلوس الفوسفات ما كترجعش للمغرب كامله بطبيعه الحال ما ترجعش انت احمق الديون قال لك الديون لا لا كيمشي الفوسفات يتباع كل واحد كياخذ لابار ديالو كترجع شي شويه انت فاش كتلقى ان لو سي بي كتمشي تسلف باش دير مشاريع تما انا كيبقى راسي حيت لو سي بي انت راه عندك الفوسفات في الارض كتهزو كتبيعو كتخلص نعم وبالدوري علاش كتسلف الفلوس وسنين وانت عندك كتدخل الملاير هذه آه هي خصها تكون كتسلف للدوله لو سي بي ماشي آه. كتمشي تسلف باش دير كل مره 100 مليون دولار 150 مشروع كذا ايوا فين فلوسكم باش كتبيعو و... والغريب في الامر هو... وشوف الغريب في الامر هو ديك المدن اللي فيها الفوسفات نعطيك مثال اليوسفيه المدن اللي فيها الفوسفات وتشوفها تضحك عليها مسكينه مدقدقه حفاري مك... البطاله السبيطارات ما كاينش كان واحد السبيطار تاع الفرنساويين نقولوا بكري والمدينه واكلاها الكحت وهذي راه من اغنى المدن ديال المغرب زعما حيت الفوسفات والو واكله والله إلا حطيتي واحد المساله ما عرفتش واش عندكم انتما في السويد راه فين ما مشيتيش كتلقى واحد القانون عند عند كومين وكذا تجي شي شركه دير شي مشروع سواء وطنيه سواء انترناسيون كيفرضوا عليها ان الناس ديال الاهل ديال المنطقه هما اللول هما اللول نعم هما اللول عاد تجيب البراني يبقى نتاخر نعطيك إلا ما لقيتيش إلا ما لقيتيش الكونبيتونس <التقليفات> هكذا عاد <متحد> ونعطيك مثال مثلا دابا غير قنيطره قنيطره كيهضروا على دوك لوزينات ديال الطموبيلات اللي جاو تما وداك التخربيق هكا واغلبيه ديال دوك لوزينات ما مخدميش ولاد قنيطره ولا بنات قنيطره مخدمين الناس ديال النواحي ولاد قنيطره كيشوميو ولا كيحرقوا باغين يحرقوا بحال البوليس البوليس راه ولاو تيحرقوا فهمتي اه فهمت تلاقيت انا جوج تلاقيت ديك النهار في يا زيد زيد عاد تجول انت غير جوج كمل كمل مشيت مشيت ديك النهار وقاعدين آه. كنتخدموا الدراري في واحد ريستورون ديال الحوت وجاو دخلوا واحد جوج جوج جو كيسلموا عليا سي جام مساك كيسلموا يدبعوا كذا واحد فيهم قال هذه آه. قال لي انا واحد صاحبي راه جينا جبنا الوليدات جبنا كل شيء ما نوينش نرجعوا اش كيدير كيدير كي, دير كي دير آه. كي ولا ما عقلتش شنو كان قال لي مي حتى آه. هو قال لي صافي اخي قال لي انا ما نرجع راني غنبقى هنا صوت الوراق ولا ما صوتش الوراق المهم غادي نبقى ما عندي فيها مزيان. هنا اه شوف تيديروا فيزا سياحه وتيخرج سالينا ما يرجعش الضغوط ولكن شو كنظن الاخ حسن راه عنده ما يتعاود وقيلة اخ حسن فين ساكن؟ انا في بروكسل دابا استاذ. ومزيان علاش حيت خفت عليك ما قلتي لي كنت في الشرطه سابقا خفت عليك مي خارج بروكسل بعدا كاين شويه الحمايه خارج. انا, أنا استاذي طرتي أه سابق اشتغلت في جميع جميع الاشكال والتشكيلات البوليس آه. بديتها في 96 كما قلتي قبيله في السيمي لو كومباني دانتيرفونسيون آه دانترفونسيون آه. تما بديت في 96 كان عندنا واحد الكوموندار استاذ راك ماشي 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 غير ما نعرف شنو مغ... واش ماشي غير ذبحوا بهذ الهضره هذه وذبحوا ود... وذبح راسك كنا كنا في واحد القشله تما في لاكار ديال فاس في كانوا الطوبيسات شحال هذه هذيك <applause> هي القشله اللي كانت ديال ديال السيمي <applause> نعم كان ذاك الكوماندار كيجي في الصباح هو كان كيكمي كان كيكمي وكان كيكمي كي ويرمي البوينت وكيضرب السيرين سيرين وكنا حنا تقريبا مو بوليس لانترفونسيون وكيضرب لا سيرين تيبقى يقول لك نقيو الساحه جمعوا البوينت وهو كيكمي كي وكيرمي لنا حنا اشمن ساحه ساحة صحه, صحة, صحة ديال القشله اللي نتوما فيه ولا الزنقه نو no, نو no. الصحة ديال القشلة أستاذ آه. الصحة ديال القشلة أوكي أوكي وهذا المسؤول هذا هو كان بان في ديك لافير ديال أطلس أسني لافير ديال أطلس أسني عقلتي على ذاك آه. لا عارفة 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 يعني بيان سور عارفة هو كان بان لأن عنده ديبلوم ديال خبير قالوا خبير ديال الأسلحة كان مم. كيف السلاح تما طلع هو طلع من كارديان كان واحد الكرات سميتو السوبرغادي السوبرغادي قبل السوبرغادي كان برغادي ملي بان في ديك لافير ديال اطلس سني طلع ضابط عطاوه كوماندار ماشي كوماندار بالغراد نو الكوماندار غير غير في السميه كنا كنقولوا ما يمكنلكش تكتب له طلب تقول له الى السيد ضابط امن على حس السطر خصك تقول له الى السيد قائد الوحده سمعتي اه اذا ضابط امن يرد لك الطلب ديالك ما يعطيكش الروبو <تصفيق> اوكي <applause> آه آه. هذه غريبه ما كيرضاش بضابط وهذا الضابط هذا وهذا الكوماندار بالاحرى نعم ضمن اربع سنين غادي نقول لك اربع سنين من اشد انواع العذاب 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 نعم في شو كانوا يديروا يديروا فيلم نوريهم العذاب النفسي اللي كنا كنعيشوا كنا كنجيو بحال ما كتكون عندنا نوبه د لانترفونسيون كنا كنجيو نورمالمون خصنا نخدموا سيمي 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 مصيبه إيه. انا عندي كن... كان عندي جوج دراري سيمي مصيبه كنا كنخدموا سيستيم كنديان نورمالمون في الاوراق سيستيم كنديان الوحده الوحده السبعه ما حنا حتى حت علاقه بالسيستيم كنديان كيكذبوا عليك حنا كنا كنخدموا سبعه الصباح <applause> 12 الليل واو واو, واو 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 اش فيك ما تخدم ديك الساعه اش بقى فيك ما تخدم وممنوع ممنوع تجلس في الفوايي ممنوع من تطلع في السياره بلا انترفونسيون تجلس فيها المهم تبقى نتا حدا وجهه هو كيمشي للبيرو ديالو كينعس كتجيه الماكله من الزنقه حنا تي والله العظيم كان تما تيقول لك آه. كل من الفوي كل من الف... اش غتاكل في الفوي البيض واتاي البيض واتاي وبغاكم وبغاكم ديروا دي زانترفونسيون دي زانترفونسيون بالبيض واتاي ملي كنا كنخرجوا دابا لانترفونسيون اكثر فاس ديال فاس راه عارفين كنا كنخرجوا لافاك لا لا بلو دو تو كنديروا دا بوان دابوي في لافاك من عام, ف... عام جي. جي. من عام اش من عام المجرم من عام 97 98 99 2000 اش قلتي كنتي غتعطيني الدق حتى انا ساعه انا ساليت 97 97 وشوف ها هشام شوفي لا طاكشي ضربه وهي سيجي والله العظيم انا كنت شيفور انا كنت شيفور اشتي انا كنت صايع هو تيصوب ما تيضربش هو تيدخل فيكم بالطوموبيل ما تيضربش انا والله ما نكتب عليك تنقول لك اللي كاين انا سمعتيني أنا نقول لك اللي حسن حسن حسن. نعم نعم. بقى معايا نص دقيقة. السلام عليكم ومرحبا بكم مساء الخير. اليوم الموضوع اللي تناقشوه هو لصالح لصالح رجال الأمن الوطني اللي تيبقاو فينا الناس اللي كينتحروا. هذا اللي كناقشوا معنا الأخ جيراندو هشام الغني على التعبير دابا من كندا ومعنا الأخ حسن اللي هو كان في الشرطة سابقا ودابا راه مشى بحالو لل عايش في ديار خارجيه في بريكس في, في, في بلجيكا السؤال اللي بغيت نطرح عليك الاخ حسن ملي كانوا تيصيفطوكم مثلا نقولوا لا فاك ولا شي دوار ولا هذا لك دخول في بنادم ضرب كتهبط كتضرب بالغداي عارف ولكن متى ترجع لدارك بالليل وتتنعس ما كننعسوش غنعس نعس يا استاذ ولكن ما عمر شي واحد من الزبناء ديالك عذبوا الضمير ديالو وجا هضر معاه الخدمه ما عندي ما ندير بوها ولا وي وي, درق... وي 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 هذيك الساعه هذيك الوقيته كان البوليس صعيب شحال كنا كنشدوا كنشدوا 240 اورو في الشهر اه 240 اورو في الشهر نعم دي شحال ديبلاسمون السي رشيد شحال ديبلاسمون 3 اورو 3 اورو في النهار أور. في النهار الا خرجتي على المدينه نيري 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 نيري, نيري. وفين هو الاوتيل ديالها ما ترونسبور شوف انا انا لا. كنت حاضر عل... كنت حاضر على هذا الشيء دقيقه دقيقه لا اخ حسن تفضل هشام كنت حاضر على هذا الشيء انا وكنت كنشوف حيت انا قريت في لافاك ودوزت لافاك اتخيل دابا مساكن كيكونوا في ديك السطافيت جالسين ودايرين داك الكاسك والصهد <applause> صهد ولا البرد <applause> راه العذاب عرفتي راه يخرج من السطافيت كيتسنى يخرج السطافيت ماشي غير ماشي غير يدك ديك, ديك. راه جاهل جاهل اسمع <applause> هذه اساتذه اسمع هذه تضحك عليها نعم كان رمضان كان رمضان وكانت وكانت الكومباني هذيك المجموعه خمسه ديال فاس راه كانت معروفه سميتها المجموعه خمسه آه. وكانت هي اصعب مجموعه بعد التيزناف ديال بطار... ديال ديال الرباط والتيزيام ديال ديال كازا هذوما المجموعات اللي كانوا معروفين دلانتيرفونسيون تصور اساتذه والناس اللي كتتابع دابا مشينا لسيدي قاسم كان سيدي قاسم في البروميرات في ديك الوقيته اه مشينا مشينا نخدموا كره في رمضان والله العظيم شاهد على ما اقول لا. مشينا نخدموا كره في رمضان راج خدمنا كره رجعنا ودنا تعينا المغرب في الدخله ديال فاس حطونا في القشله كل واحد مشى لدارو كل واحد مشى لدارو ملي جينا نخلصوا قطعوا لنا عشرين درهم وعطاونا 10 دراهم. ديالك <applause> هذي قال لك الماكله، إينا ماكلة وحنا غاديين في رمضان؟ إينا ماكلة؟ الله يلا على ديك قلت يا أستاذ رشيد. نعم. <applause> في هو <applause> الوطيل، اين وطيل؟ حنا كنا كنمشيو كنعسو في لي دو سبور، كنعسو على البليون. اه <applause> البليون هذا واش البليون؟ مي قلتي البليون واش هو داك اللي تنقولوا بالدارجه البياس 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 صعب باش يفهمونا خوتنا تاع الدرج حسن انت دابا نعم. اللي ما عارف اللي, اللي ما فراسكش ولا اللي ما كنتيش عارفو راه شي كل عنده ميزانيات كتخرج المعلم وكتطحن الفوق وانتوما كي كيقضيو كي لكم باش هذيك الساعه داخلين <applause> البوليس فرحانين واش كنقلبوا على الميزانيه السي هشام أنا لكن آه. ما كنقول لك زعما كنقول لك زعما هذاك الديبلاسمون لوطيل الماكله هذاك كله راه خارج خارج الى خرجت ب 20 مليون <applause> راه كيهزوا لنا كل شيء لكم تما ولا مشي يتقدا لكم بايصات فين تنعسوا يجيو لكم الساندويتشات وسالينا ساندويتشات كانوا كيجيبوا كي ساندويتشات بعض الخطرات فيهم فخوذه ديال الدجاج ولا طرف اللحم وبلا مرقه بلا والو كي غادير انت دوزو كي غادير انت يا يلاه آه هي الاخ حسن نعم ما عمركم دابا ملي كنتو في داك كتعرضوا لهاد التعسفات والتمر وهذا الكرايد ما عمركم قلتو نتحدوا غنمشيو عند شي شاف كبير نهضروا معاه الراسلو كلنا ولا مجموعين ممكن ممكن استاذ علاش؟ نقول لك ما كاينش النقابه في البولي لا ما كايناش ذاك الباب سادينو اللي هضر ولا قال هذه الهضره غادي يجيبوه في الراس فهمتيني؟ اه نعم وقال لك واحد السيد بارك من, من الاطلال تكلموا على الان دابا نتكلموا على الان الشريف مرحبا حنا واصلين الان لا, لا ما تسوق شوف آه ما اخ حسن نعم اخ حسن ما تسوقش اش كيكتبوا شي بعضين ما تسوقش مرحبا استاذ حنا تناقشوا هنا هذاك الكوماندار كان كان دار معارف وتشد عليه السرقه ديال تصور انت سارق 50 لتر ديال المازوط فرشو كان فرشو واحد الضابط كازاوي ملي شد عليه لانطري شد عليا لانتريم داك الضابط كازا اللي عمر راس سلعه واحد الضابط زعما كان حيه من هنا كان عندنا في 97 شد عليا لانتريم كتب الاداره ميتاتو الاداره للرباط ولكن ميتاتو من فاس من حسن الى احسن اي اه <applause> ولا ولا في ظرف شوف في ظرف اربع شهور ولا ست شهور ولا ردوه لفاس بلا ما على القضية ويرجع يكمل المهمة ديالو ولا أستاذ ردوه هو لاتجوان ديال شاف كوريربان المنطقة اللي كتكيبي المدينة كاملة المدينة القديمة شوف خي حسن خي رشيد غادي تسمحوا نعم. لي حيت وك... انا بقات لي 18% في الباتريه يلا نحطو يتشارجا ماشي مشكل شكرا لكم انا عرفتي شنو الا مازال مطولين ولقيتكم مازال غادي نرجع مرحبا اخي مرحبا على مرحب التدخل تاعك باقي شويه شكرا شكرا لك ولكن هذه المشكله الاخ حسن نعم هذه اشياء غريبه صراحه ما ما كرهتش الا كان معنا شي رجل امن سابقا تا هو يطلع هاد عارفو انا دابا المشكل كاين عدد ديال الجمهور اللي كيتبع ديال الناس ما تيعرفوش الحقيقه شنو طاري وسط وسط البوليس ما لهم راه الدنيا راها راه ناشطه ما عارفينش داك الروينه اللي نايضه الحرب اللي نايضه انا سمعت واحد الحوايج غريب منهم انه بعض المرات كيستعملوا واحد رجل الامن او رجال الامن باش يطلع كراد كيقولوا ليه مثلا طحن واحد خينا ولا جيب سجلوا لينا جيب علينا شي معلومه خاصه دوك اللي تيهضروا على الحقوق والمسائل وما تقول... اكثره استاذ كاين هذا النوع في البوليس تيقول لي سجلوا لينا صوروا لينا ورا لينا داك الشيء باش الاخر تيجريو عليه وهذاك تيطلعوه كراد وسمعت شي حوايج اخرى شي هذاك اللي عطاوهم الوعود قال لي الا جبتي لنا معلومه غادي نطلعوك كراد ولا نبدلوا لك المدينه وهذا شحال من واحد خواو به ما عطاوش هذاك الشيء اللي وعدوه تزقوا انتحروا كاين يعني استاذ منها من واحد ولا جوج مؤخرا في مراكش الفهم يفهم والاسماء ما كنعطيهاش واخا عندي كل شيء قلبوا عليهم وي استاذ انا ما. على طول المسيره المهنيه اللي خدمت تقريبا واحد نعم. 21 سنه في الامن نعم كانوا انتحروا عندنا ثلاثه ديال الدراري بالمسدس ولا كيفاش؟ كان واحد انتحر بالكرده وجوج بالفراده. اه ديال الخدمه بالسلاح الوظيفي نقول. اه السلاح الوظيفي واحد واحد سيدي كان جا كنا خدامين 21/6 21/6 يعني الليل وكنا نعم. وكنا في السيمي كنرونديو نورمال السلاح نورمالمون اوتوماتيكمون لارموري ملي كتروندي السلاح كيقيد لك السميه ديك بانك رونديتي الفردي. رديتي اه نعم. آه، السيد كان خدام في البوست ديالو ما جاش القش لا ما دارش آه، ما دارش القش لا الضابط اللي كان مسؤول هذاك الضابط اللي كان مسؤول ديك الساعه دابا سيدي راه دي كيدير والي امن وي 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 تبارك الله والي امن والي آه، امن كيطلع آه. طلع وطلع لان عنده عنده مو في العرس سمعتي اوكي فهمتك اه, آه. هي هذيك جالر موري اللي غادي يشد على في 7 الصباح ناقصو فردي بقاو كيقلبوا على السيد ديك الساعه ما كان لا تيليفون لا والو عيطوا للضابط اللي كان شاد الليل فلان ما مشاو جابوا الضابط اللي كان شاد الليل فلان ما رونداش مشاو عندو الدار كيدقوا عليه خرجت الجاره قال له لا واش بان لك كان كاري هو فواحد الحي سميتو ليراك فاس فاس اه على الفوق وي مشى قالت لهم الجاره ودي راني سمعت ودخل ولكن راه سمعت شي طرطيقه ما عرفتش كان كيصوب راه سمعت شي طرطيقه عندو في الدار هنايا مم. <applause> مسكين <applause> ما عارف والو ترتيقه سمع الترتيقه وصافي نعم سمعتيني نعم هي هذيك جاو علموا المسؤول علموا البريفي علموا النيابه العامه جات البومبيه اوتوماتيكمون تفتحوا الباب دخلوا لقاو السيد مدوش داير فوطه على على النص التحتاني ديالو وعنده قرطاسه في الراس وجمع الحويجات كاملين ديال, ديال الخدمه وحطهم لهم وحط بريه فهمتيني نعم وحط البريه وقرطاس عنده في هذا لوكوتي لوكوتي دغوا ديال ديال الراس ديالو والبريه تكتب البريه عمرها تقرات او تفتحات لا 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 ما كيفتحو لناش حنا ما كنقولو لناش في البريه حنا ما عمرك تعرف شنو كاين في البريه ديال رجل الامن كاع اللي منتحر بتاتا كي قلت هو حط لهم الحوايج ديالهم وسبقهم لهم حيت الحاجه الوحيده اللي كتهمهم هو الحوايج والسلاح فينا هو بحال النهار اللي مات الوالد ديالي ما استوقوش لشي حاجه اخرى جايين كيجريو تيقلبوا على على السلاح والكسوه وي اما شنو المصير ديال العائله شنو غايديروا كيفاش والحاله الاقتصاديه والحاله الماديه الاجتماعيه ما تيهمهم والو داك الشيء هما بتاتهم هما ماشي شغل حيت كون كانت الاداره اداره كي كنقولو تتقول لك اسره الامن الوطني راه من هنا تنقول لكم راه ما كاين اسره ولا يحزنون يعني اللي كيسمعنا والبوليس راني عارف البوليس كيسمعونا راه ما كاين لا اسره الامن ولا يحزنون <applause> راه النار اللي غادي تموت النار اللي غطرا لك شي حاجه واحد دقيقة اخي حسن تفضل <applause> النار اللي غطرا لك شي حاجه او النار اللي غادي تمشي او النار اللي غتموت ولا هذا راه والله ما يعقلوا على ولادك في شي حاجه لا ما يقولك يقول حنا الاسره والاسره راه ما كاين والو هاكا تمشي صافي راه كيما بغى يكون شانك في البوليس تكون غرايدي 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 راه تخرج التقاعد هادشي بلا ما تموت راه تخرج التقاعد والله التليفون ديالك حتى كيسكت يعني ما بقيتيش صالح لشي مصلحه والله ما يجاوبك شي واحد وراه كتيطرى الوليدات ديالكم ملي كتموتو او كتنتحروا او كل واحد وحياته راه والله ما كتعقل عليهم يعني الاداره وكانت الاداره كتعقل عليهم وأول حاجه تنقولوا اداره الامن الوطني وكانت الاداره كتعقل عليهم وكتهز لهم الهم كتشوف الجانب الاقتصادي واش كاريين وش واش شاريين الدار شحال تيخصكم باش تعيشوا شنو خاصكم خدوا واحد الولد ولا واحد البنت دخلوهم الامن الوطني راه عطا الله ما يدير عطا الله المناصب وانا تنعرف عدد ديال البوليس اقسم بالله ما يكتب سميتو والله ما تعرف يكتبها بالله ما عنده حتى ديبلوم مدرسه المدرسه خارج من الابتدائي الاول اقسم بالله داخلين للبوليس ما عرف يديروا والو دخلو بالفلوس دخلوه بالاصدقاء هذا تيعرف هذا هذا تيبوس لي الدين هذا كيرو دخلو. دخلوهم والله ما يعرف يكتبلك لك تقرير محضر ولكن دخلوهم تيعطيوهم شي تخربيقات اش غيديروا اللي زعما ما ما كيحتاجش يكتب محاضر ولا تخربيق باش ما يبانش العيب ديالو هذا هو المشكل يعني الاداره والله ما تهز لك الهم اكبر دليل هو الناس باقيين تيموتوا الى يومنا يعني ما عالجوش هذاك المشكل ما استثمروش في الانسان كيستثمروا دائما في شويه ديال الطوموبيلات شويه ديال الحوايج تما سالات كيفاش غنعالجوا هذا المشكل الله راه قلت انا راه كنهضر على هذا المشكل هذا شحال من مره عاودتو شحال من مره تناولناه من جوانب واحدة اخرى ولكن شرف لينا كيطلع الاخ حسن معنا اللي كان في الشرطه سابقا وخوال بلاد وبشال انا واحد النهار عرفتي شحال تلاقيت الاخ هشام جيران دو عرفتي شحال من واحد قال لك تلاقى جوج الناس ياك ويقل... رأت... جوج. <تصفيق> انا <تصفيق> انا راه تلاقيت 15 و 15 واش تدخل لك هذه لدماغك 15 ديال البوليس كل واحد الكراد ديالو خرجوا من كوموندو من ضابط من هذا خواو خرجوا اش من دوله تلاقيتهم ما شغل حتى شي واحد ايه. نعم دابا انا انا كنجلس مع القيوة القهوه هنا في لاكارد ميدي نعم ولا نقول السميته لا دابا كنجلسوا كنجلسوا تما حنا بين ثلاثه ديال البوليس ومخازني قلت لهم خصنا غير جوندارم ونكمل الدوريه خصكم مع <applause> الجوندارم والديوانه راه غنقلب قلب غتلقى شي واحد حارق ولا جاي ديروا باراج هنايا ديروا باراج المغاربه تما <applause> من النيل <منيز. تصفيق> عاوتاني قلت لك الاستاذ كان واحد الوليد غزال وليد غزال كان كان عنده مشاكل ديما تيجلس بوحده كنعطيها كان المخدرات بزاف كيكمل المخدرات بزاف هذاك الدري وكان ديما لا هذا خدام معاكم كان معانا هذا اه تشيك مي اوكي اه واحد وكان كي وكانت مو مريضه ولا كانت عنده غير مو وكان كيطلب كي باش يمشي يشوفها وما كانوش كيبغيو يعطيوه حتى واحد النهار لقاوه معلق عاوتاني تا في لاكور ديال الدار بالكرده السلام عليكم شاد الدري عاوتاني الله يرحمه وهذه مي كتهضر على ديال 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 الدري مسكين يرسلت وعاد كنت كنعرفو انا وخاصه بعض المرات كنت كنمشي من من مراكش القنيطرة ملي كنت ساكن ملي رجعت سكنت في المغرب كنت كنمشي من مراكش لقنيطرة او لكازا او رباط ودائما تتلقى شي بوليسي مسكين طالع ولا نازل كنهزو معايا تيدير لوطو ستوب تنهزو معايا تنديه اغلبية تيقول لك راني هاسال راه ما عطاونيش الرخصة مشيت شفت الوالدة مشيت شفت الواليد مشيت قضيت شي غرض راه ما عطاونيش يعني طرا ليه مسكين شي حاجة في هداك الفترة ضربو تران ما يعقلوش عليه والله ما يعقلوا عليه حتى بدرهم وتنظن هذا هو اللي طاري وتماما استاذ انا واحد التعليق واحد السيد داس من كاتب عيشة الملك قال لي راه كنعرفك مزيان عندك غير تخرج تبكي لا ما نخرجش اخويا نبكي لا لا ما ما شوف حسن ما تسوقش ما تسوقش ما تقراش أه. ما تسوقش مؤخرا كان انتحر واحد الوليد فاس واحد الوليد غزال خدم معنا تا هو في السيمي وخدم معنا بزاف انت انتحر في ديك لافير ديال المخالفات مكتب المخالفات سمعت اه سمعت كيتحاسبوا معاهم ياك هي يتحاسبوا معاهم شي ثلاثه تعتقلوا وسبعه سبعه دازوا في النيابه العامه هو كان من دوك السبعه كان غيدوز لا غد ليه ملي خدم العشيه اتصل على حسب الاقوال والله اعلم الله اعلم مم. انا ما عرفتش ولكن هو انتحر اتصل به شي واحد من الكتابه ديال ديال قانون السير قال له راه غدا عندكم تقديم للسيد الوكيل العام قال له شنو فيها قال له حبيب بيس والله اعلم انا هذه ما والله نعم نعم وصل الدار حيد حويجاته دخل لبيت النعاس جاب السلاح الوظيفي دياله طاق سمعتيني نعم انا انا معك انا معك ضربها في رأسه بقى واحد الاسبوع في المستشفى دام الامن هذاك السيد من اطيب خلق الله سمعتها نقدر نقول لك هذاك السيد حسن مني انا عبد الله كلمت انا والله العظيم نعم. احسن مني انا في تربيته في الاخلاق ديالو في كل شيء الله يرحمه راه في دار الحق وحنا في دار الباطل انا بالنسبه لي غادي نهضر على راسي انا نهضر على راسي استاذ انا خدمت نعم. 20 سنه انا غادي نقول لك التهمه اللي اتهموني بها راه ربما ملي غادي تسمع التهمه غادي تطيح ولكن ملي غادي ندخل لك في حياتيات غادي تقضحك نعم. انا كنت كونجي غندير واحد لوبيراسيون على الرجل و اتصلوا <applause> <applause> بيا قال لك غادي راه حيت انا موالفين عيطوا لي على حسب لي زانترفونسيون اللي كنت كندير في بي جي قال لك راه بغاوك في الولايه مشيت لقيت حمايه التراب الوطني والشاف ديال بي جي المهم كاع عطاوني واحد لاكارت ناسيونال قال لي واش كتعرف هذا درت انا وكذا قلت له كنعرف هذا انفورماتور ديالي بقاو معايا في البحث قال لك اسيدي <مت> سمعت تهمه هذه التهمه غتيقها دابا انت عندك افشاء السر المهني والتستر على مجرمين اسمع افشاء السر المهني والتستر على آه. مجرمين هذا كان فورماتور انت... نو دابا هذه التهمه ليا انا لا عارف 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 اه دابا انت الا سمعتي هذا افشاء السر المهني والتستر على مجرمين شنو غادي تقول عليا انا أنا, لأ... انا شوف انا شخصيا ما تنقول والو انا خصني نشوف <applause> ونسمع انا نيت انا ماشي بودي كنسمع بدون واحد اخر او كنشوف شخصيا من من الصغر وعاد زيد قصحتها خاصني انا نشوف وانا نسمع اما واحد اخر يقول لي يا ما كنتصورش ها انت جيت قلت انا قلت لهم مجرمين راه ده دابا راه راه في المحاضر اين مجرمين قال لك انت كتعيد لهاد لونفورماتور سمع وكتقول له الطلبه ديال ظهر المهرز يهربوا هذه هي التهمه والمجرمين هما دوك الطلبه انا جاتني غريبه انا يعني هذه التهمه هذه سمعتيني نعم انا معك معك اجتني غريبه التهم ويلي ملي في اطار البحث التمهيدي هو لي واحد عميد شرطة داخل كان تابع الجهاز اللي قلت الاول هذاك العميد كان ديجا انا كنت حصرت واحد السيد على مخالفه ديال استعمال الهاتف النقال وعدم استعمال حزام السلام وقيت له المخالفه هو داك خينا كان ملتاحي اتصل بداك العميد هضر معايا العميد في الهاتف قال لي خلص المخالفه من جيبك حتى نطلقك ونعطيها لك قلت له okay. انا ما عنديش ما عنديش باش نخلص هذه المخالفه صافي السيد راه يخلص المخالفه دياله تما بدات الحسابات تما بداو الحسابات okay. القانون وقال, وقال لي واحد لقينا تلاقينا في واحد التدخل معهم وقال لي قال لي غنعاود لك التربيه وراه ما كذبش راه عاود لي التربيه وصيفط لي الفرين ديال الحبس سيفطوني دو, دو دو دوزت الحبس حبس في المغرب ديال دوز س... دوز شهرين استاذ اه على هذا وغا... آه. فيك الخدمه آه باش غير نفسر للناس نعم أنا آه دابا كيقولوا هذا كان في لابي جي وكيقيد المخالفات م. وين الحبيب انا كنت كنت عنصر ديتاشي في واحد البريكاد وكنت محلف او ميم طون وكنقيد المخالفات حيت الناس ما غاديش تفهم هذا هذا كيفاش داير هذا القضيه انا كنت باش يدير انا كنت ديطاشي ومحلف تلقيد المحدده البريز ديال الصباح ملي ما تيكون والو كيقول لك دير المخالفات كنت كنقيد المخالفات وهذاك النهار اللي شديت فيه داك السيد كان الصباح فهمتيني نعم هذا الشيء اللي كاين وضربت شهرين ديال الحبس وشهرين ما كتخرجش من البوليسة استاذ لان الوظيفه العموميه فيها 91 يوم رغم ذلك شهور ونهار يس يس شهور ونهار yeah. رغم ذلك تم العزل ديالي ولكن ولله الحمد ربما ربي ما بغاناش نمشيو في ذاك الطريق ربما انا كنت كنظلم الناس الله اعلم ربما انا كنت كنخدم من قلبي وكنت شي خطره غنجيبها في راسي ونخلي وليداتي mm. ايتام نخليهم يتام مورايا ربي ما بغاش يكمل في البوليس خرجت من البوليس في 2017 درت واحد المحل تجاري ودرت واحد المحل واحد اخر حيت تحاسبت مع الاداره لمده م. 20 سنه عطوني 4 دريال ما غنقولش لا الصوم اللي عطوني ولكن <applause> عطوني 4 دريال ماشي مستحيل كريت واحد المحل انا الاصل ديالي شلح م. مشيت مشيت درت محل تجاري حتى لدابا هذه دو زون خديت فيزا ديالي وطلعت لاوروبا وطلعت معايا الوليدات والسلام عليكم يا المغرب ما بيننا وبينكم غير خير والاحسان من حقك من حقك تغير الوضعيه من حقك الى تعرضت للتعسفات تغير دابا دا المشكله حيت هذا المشكلة قديم هذا التعسفات والتنقيلات والطرد وزيد وزيد كي هذا الشيء قديم والغريب في الامر هو الذي كان هذه الاداره العامه واش ما عندهمش اخصائيين نزهاء ما عندهمش ناس كي يغيروا على ذاك الرجل الامن وعلى الوطن ديالهم باش يخدموا الوطن حيت الا كانت الاداره كنقولوا كتهلا كتهلا في رجل الامن راه رجل الامن غيدير واحد الخدمه زوينه ونزيها في المغرب ولكن للاسف بعض المرات اش كدير الاداره كتهضر غير حتى ملي الاغلاط البوليس كيخرجوا باش يعاقبوهم كيخرجوا باش يطحنوهم نقولوا بالدارجه ديالنا ماشي كي كيوقفوا عليهم يخدموا معاهم يعاونوهم يحميوهم يعطيوهم شحال من حاجه وهذا الشيء كيتسبب في عدد كبير ديال الامراض النفسيه او ديال الاثار النفسيه اللي كيتعرض لها رجل الامن منها كتلقى الاكتئاب واحد العدد كبير راه الاكتئاب الضغوطات الاحساس بالحقره والنقص كاين الاحباط آه كي اللي عنده الانفعال السريع والقلق وهادشي كله فين تيديروه تيخرجوه الاغلبيه الشيء كيخرجوه فشي مواطن مسكين فقير او كيخرجوه في عيالاتهم او رجالاتهم وكل واحد بيمنزوج عندك الخوف البوليسي خدام وخايف لا يدير شي زبله غيصيفطو ويشيرو عليه خايف حتى من المستقبل كاين الضعف ديال الثقه في النفس هرسوا عليه حيدوا عليه البوليسي كيحس عنده واحد الاحساس بالمراقبه الخوف ماشي الاحترام الخوف من الرؤساء والرئيس هو خايف من الرئيس والرئيس من الرئيس ويا غادا وشكون اللي منوض هذا الرعب الله اعلم إيه عندك الياس توتر الحزن وعاد كاينه واحد النقطه اخرى اللي هي الصحه النفسيه والجسديه اللي كتهرس كتدهور مزيان لدرجه كلمة اللي ما ينعس والتفكير وهنا فين كيجي بعض المرات ملي كتجمع هادشي كله هاد النقط كلها ولا بعض النقط هي فاش كتعطيك داك التفكير ديال الانتحار ونزيدو التفكير ديال الحريق او ديال الهجره شحال من واحد باغي يخوي وكتكثر ليك حيت دوك الضغوطات وداكشي اللي كيطرى لك برا في الخدمه كتدخل للدار كتطردك كتولي مشاكل عائليه ولكن شنو هو السبب ديال هاد المشاكل العائليه هو المشاكل العمل ولكن باش الاداره غتعترف لك بهذا الشيء هذا والله ما تعترف لك به ولا توقف جنبك او لا فيك علاش الله اعلم فهمت ما ما فهمت والو عندك شي اضافه الاخ حسن تماما السي رشيد نعم باش أه نقول لك قالك ما بالمزود غير اللي مضروب فيه نعم فهمتي دابا مجموعه ديال المواطنين كيخايشوا في رجل الامن في الشارع لابس لك سوا غادي جاي ولكن ما كيعرفوش المعاناه امم تاني ما كيعرفوش المعاناه بزاف 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 بحال هاد عاش الملك ما كيعرفش شنو هو البوليسي ما كيعرفوش كيشوفوها كيجلس معاه في القهوه كيتقهوى معاه وما كيعرفوش مزيان كاع خصو يعرف راجل من الداخل كي داير كيفاش خدام كيفاش عايش عنده مشاكل في الشارع عنده مشاكل في الدار عنده اقتطاعات مم. البوليسي راه كله اقتطاعات 520 الف فرنك راه ما كريديات كريدي ديال الدار كريدي الطوموبيل كيقري وليدات الفلوس عنده كيخلص الضو والماء الانترنيت راه ماشي غير راه الليله العيد الكبير كتجيه دي بلاسمون الليله ديال العيد الكبير كيعيطوا له يقولوا له دي بلاسمون آه. غدا راك وراه حتى العطله تيكون واحد كاع مرصي غادي يمشي هو وليداته عطله هاز الحوايج غيخرجوا تيقول له ارجع زيد تخدم زيد تخدم وحنا ديبلاسينا ديبلاسينا في الليله ديال العيد الكبير يومين قبل العيد الكبير ثلاث ايام قبل ديبلاسينا كتنتشر الحولي ب 3000 درهم ولا 4000 مخليه مربوط وهزيت الشاكوش اوبلا لا يلا سير اكادير طنجه مراكش راه ماشي غير بنادم غادي 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 ينتحر راه ما نعرف كاع شنو غادي يبقى حي الجلده ديالو على اللحم عرفتي عرفتي الحلم ديالي شنو كان انا وباقي الحلم ديالي انايا انا ما يعني. أنا بقيتش كنحلم انا عايش الاحلام ديالي كي كنقولو جو نو ريف بلو جو في مي ولكن عندي واحد الحلم صغير ملي كنهضروا على رجال الامن الوطني الحلم ديالي هو عنده جوج د المراحل ان رجال الامن الوطني ديال المغرب غيديروا النقابه ديالهم بحال اللي كاينه في جميع الدول نقابه ولكن النقابه يكونوا نزهاء ماشي النقابه اللي كيبيعوا الماتش وكيبيعوا يشريوا واحد الطرف ثاني من هذا الحلم هذا شنو هو هو ملي البوليس المخازنيه والعسكر ولا شكون اللي باش كيهر كيهدموا كي الديور باش كيضربوا الناس حدا البرلمان باش يضربوا الناس في القرى او اللي كيديروا المظاهرات تطلبوا بالحقوق ديالهم النهار اللي يمشيو يضربوهم ما كرتش البوليس يحيدو كسواج المخازنية ولا هذا دا مع داك الجمهور او غيحطو هداك العصيات ديالهم داك التخربيق ولا يدورو يقولو حنا ما ضاربينش هاد الناس عطيو بالجمهور عطيو ليه بالظهر ديالكم يعني حنا معاكم هذا هو الحلم ولا درنا هاد النقطة هادي لدروها داروها البوليس والمخازنية وترجلو انا كنطلب منكم ترجلو في هاد النقطة غادي يمكن نقولو بدات الديمقراطية في المغرب بدا الانفتاح ماشي الانفتاح والديمقراطيه اللي كنزوقوا دابا بها للشعب حيت شحال من حاجه حاجه ما كنديروهاش للشعب شحال من حاجه ما كنديروهاش للمواطن العبد الضعيف مثلا ما كنديروهاش ليه نعطيك كمثال علاش ما كنديروش شحال من حاجه للمواطن دابا كنهضروا سمعت شي حوايج كيضحكوا عندنا جوج ديال البحوره في المغرب والثروات راكم عارفينها ما غندخلوش في الديتاي وتيطلبوا من المواطن نقص من الماء ما تخدمش الماء بزاف ما تديرش واش تدخل لك انت في الراس عندك جوج د البحوره للمواطن ما تشربش ما تخدمش الماء بزاف نقص وكاين شي مناطق تيسدوا عليهم وشي مناطق ما عندهمش ودي الهضره لما غد قال قول لدوك الكبار اللي مسيرين البلاد الشفاره الكبار قول لهم ما يديروش لابيسين ينقصوا عنا هذوك الجرادي ودوك الاراضي اللي دايرين حيدهم لينا باش ما يبقاوش اه اه سميتو باش ما يبقاوش يسقيو راه الماء كيمشي بزاف تما هذوك اه الفواكه اللي تيديو الماء بالاطنان انا سمعت دلاحه دلاحه باش تخرج لك دلاحه خاصها خمسين يطرو د الماء حيدوا هذا هذا علاش حنا كنزرعو الدلاح وبتاخو لابوكا وشحال من اللي خصها الماء باش نصيفطو لاوروبا وداكشي اللي ما بغاتوش اوروبا رداتو لينا عوج كنصيفطو لافريقيا دابا ما عرفوش خباركم ولا لا والمغربي مسكين الفقير والله ما يدوقا واش الزعبولة ولا عباد الله الهنديه ولا كل شيء كيسمى ولات ب 6 7 دراهم للوحده واش تدخل لك الدماغ عاد زيد دوك التيرانات ديال الجولف واش حنا تبعنا واش حنا كلينا واش حنا قرينا واش حنا لبسنا واش حنا تهلينا في الناس الكبار واش حنا واش حنا واش حنا ونديرو التيرانات الجولف لما درنا التيرانات الجولف وبحال دابا مراكش ما عرفش شحال من الجولف فيه يعني مراكش راه كان هذاك اول كانت المدينه ديال مراكش هي الباب ديال الصحراء ما فيهاش الماء ناشفه عاد زيد لوطيلات لا بيسينات ديالهم والدوش ادخل ودوش وغسل داكشي ديال الفاطي والروينه ماشي شحال الماء كيمشي ها في الفراغ وهذا الشيء هو اللي خصو ينقص ماشي واحد مسكين كيتقاتل باش يشرب ويتوضا ولا شي حاجه قول لي نقاص ولا تسدو عليه الماء وصدوا على الاخرين خلينا من من الهضره الخاويه يعني شوف هذا كان غير بين قوسين ان شي حوايج كتضرك في خاطرك ومنرجعوا للرجال الامن شوف كاين واحد العدد راه في سيري الخدمه او شحال من واحد راه باقي خدام يعني البوليس ديال المغرب مهدرت عطيتكم بعض الاثار النفسيه راه حتى الاثار الجسديه او الامراض الجسديه منها امراض ديال الضغط عندك السكر امراض ديال القلب كاين اللي فيه السياتيك ما عرفتش بالعربيه شنو هي كاين فيه امراض ديال الرئه كاين عنده مشاكل ديال الاوعيه الدمويه كاين اللي عنده اضطرابات في العضلات ديالو ديال في العظام ديالو راه المخير فيه هذا الشيء هذا ولا ميتيسالي ما تيرخوك حتى كيرخوك السبيطار ومن السبيطار للقبر كاين اللي عنده الاجهاد كاين اللي عنده مشاكل ديال الجهاز الهضمي كاين اللي عنده الامراض المزمنه وكاين اللي عنده مشاكل ديال التنفس وهذا الشيء منين جاي جاي من البيئه اللي خدام فيها جاي من هذه الاداره اللي كتقول لك حنا تنديروا تنديروا اش كدير هذه الاداره ما كدير والو الرجل الامن والقصاص تفضل تفضل السي رشيد دابا الناس كيشوفوا داك المعرض ديال الامن مم. اللي كيتقام في المغرب yeah. هذا هو البوليسي هذا <مم>. هو البوليسي نو عيش مع هاد نعطيو لهاد شي واحد من هنا كيبقى يهضر دابا نعطيوه الكسوه ونقولوا له ضرب لنا غير من 9 ل 6 الصباح ونعطيوه حل تعبي خو لا خويا جيب لنا واحد ولا زوج سكراني الا خرجهم الا خرجهم نقطع نقطع يدي انا نقطعهم ولا تنقطعهم الا آه. خرجهم من السكيريه من حي شعبي شوف انا غنجاوب على واحد الاخ هنا وخا ما كان اليوم ماشي هو الموضوع ديال الامن الخاص واحد الاخ ولا بلاتي فيتور مصطفى مكتوبه سؤال لكم سي رشيد علاش الامن الخاص 12 ساعه بدل 8 السوايع ما ما بغاوش ولا ما خلاوش ينقصوا بغاوش ينقصوا شوف الاخ غادي نجاوبك انا بحكم اول شركه كنت درت في المغرب هو الامن الخاص والامن الخاص خدمت فيه هنا جميع الرواتب جميع هذوك القرايات اللي كاينه قريتهم خدمت فيه في السويد في بكري هذه كتر من ما شحال من 20 30 عام ولا لا باش كنت كنخدم فيه باش كنخلص القرايه ديالي هنا في السويد كيمكن يعطوك واحد المنحه و الكريدي الكريدي ديال 8000 10000 درهم او 12000 درهم تيعطيها لك الدوله باش كتقرا كتخلص الكرا ديالك وتاكل هذا ولكن ملي كتسالي الخدمه كتبدا ترد لهم انا ما كنتش باغي نبقى هنا كنت باغي نرجع للبلاد ديالي نستثمر في البلاد ديالي دونك ما خديتش كريدي باش مين نمشي نمشي نقي حتى لا رجعت نرجع نقي دونك كنت كنخدم في الامن الخاص واول شركه درت انا في المغرب هي ديال الامن الخاص 12 ساعه راه دوك ارباب ديال الشركات ديال الامن الخاص واحد النسبه مع احترامي واحد النسبه قليله اللي عندهم ديبلومات او عندهم شواهد او كيخدموا بالروح ديالهم لواحد المهنه اللي هي مهنه شريفه هي واحد العداد زبالون بدون مستوى الغرض ديالو هو تبيع الكونترا لواحد الفندق او شي بلاصه الله يجعلو يحط لك بنادم تما حتى يموت 24 ساعه ويجيب لك واحد ما عندوش الجراه ما يمكنش يناقش معك الامن الخاص الراحه ديال رجل الامن ملي دخلت انا المغرب انا شخصيا كنت انا مضطر مضطر نخدم الناس الناس 12 ساعه ولكن كنت كنفسر لهم راه ماشي انا اللي كنخدمكم انا راه ملي كنمشي نيغوسي واحد الكونطرا واحد العقد مع واحد الفندق ولا هذا راه كنهضر معاه تنقول له الله يجازيك بخير 12 ساعة نديرو ثلاثة د الجروبات ثمانية 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 راجل الأمر راه غادي يمشي مسكين لدارو غيجر عنده ساعة في ساعة راه خصو يمشي يتريني خصو يتلاقى بوليداتو اللي عنده العائلة خصو يقرا يمكن خصو هذا خصو هذا تيقول لك لا انا شوف انا اعطيني جوج د الناس يعني بلاصت ثلاثه جوج تيفكر في الاقتصاد ديالو ولا ما بغيتش انا باش ندخل ديك الساعه في الاول والشركات دايرين الصف ما مسوقينش عطيها الفلوس وتضربوا كل شيء في الكحل بوش راه كاين شي وحدين الى يومنا فينا هي الدوله ما نعرف القانون الشغل راه تيقول لك غيخدم 8 السوايع امشي بحالها وبعض الكليان او بعض الزبناء اللي كانوا عندي كيتفهموا دونك كانوا عندي شي, نا. شي ناس شي بلايص خدامين الناس 8 د السوايع وشي بلايص خدامين 12 ساعه ولكن ماشي انا اللي تنقرر كان دائما تنقولو الزبون هو المالك كاين اللي تيتفهم تيقول عطيني ثلاثه د الناس يعني 3 شيفت وكاين اللي تيقول شوف انا ما عنديش البودجي ما عنديش فلوس عطيني جوج راه كاين الشركات والمشكل في هذا وانت كتضرب الحساب ديال سينيسيس تاع سيرونس تاع الحوايج تاع العطلات تاع تاع تيجي واحد وتضرب لك هذاك الشيء في الزيرو تيحط لهم الدوفي ديال النص تاع داك الشيء اللي جبتي نتايا وكضطر حتى انت تولي تتنقص بارفوا خدامها فابور بحال اللي كتجبد ما تجيبك باش تكمل نتمنى راه جاوبتك على السؤال غير بين قوسين تفضل الاخ حسن نعم استاذ آه اخر حاجه كنشكرك على التدخل هذا لا مرحبا كنقول لك انا كان حنا درت هذا الموضوع ديال جهاز الامن حنا هضرنا على جهاز الامن ما حس بالزود غير اللي مضروب فيه راه ما خفي انا اعظم تيقول لك الناس دابا تحسنات الوضعيه واش 5200 درهم باش كيبدا البوليسي وكتصيفطو للدار اللي بدا يخدم واش 5200 درهم ديال كازا واش ديال واش ديال واش ديال العيون واش ديال الداخله رغم انا كاين تما كاين كتبدل واحد 1000 درهم في الصالير يعني. ديالها 5000 درهم نعطيوها لشي واحد يقسمها دابا كيبغى هو كيبغى كيبغى 5000 ونص نعم كاين واحد كاين واحد النقطة مهمة وواحد المشكل كبير حتى هو هو أنه رجل الأمن مشتت علاش؟ بعض المرات كتلقاه واحد المنطقة ومصدرين لك الجنوب ولا من الجنوب مصيفطوني للشمال ولا هذا البلاصة اللي غيمشي لها خصو يكري يمكن خلا مرتو ولادو في مدينة وحدة أخرى خصو يخلص الدراجة تما <applause> وهم يمكن في بلاصه واحده اخرى فين غيعطي راسو بهذيك الجدريه اللي كيشد هالدخول الدخول المدرسي هالعيد هالمرض ها المرض ها الفرماسيان ها فين يعطي راسو وكيشوفوا بعض المرات غير ما كيشد البوليسي خمس الرشوه كاينه فهمت ما عندنا ما نخبي الرشوه كاينه من الاداره بعض المرات ولا شي حد يشوفها البوليسي ما كيشد درهم مئة درهم نتمنى ما تبقاوش ديروها الله يرحم الوالدين من هذا المنبر هذا إنا راه تديو ذنوب الحياه ذنوب ذنوب هذاك الشخص اللي كتاخذوا 50 درهم 100 درهم ما عنده رشوه اللي حرام اللي كتدخلوا الحرام كتدخلوا لوليداتكم لقيتو كديروا بلا ما تبقاو تاخذوها ما تاخذوها ولكن انا انا كنتفهمكم ومي كتخرج الاداره باش دير المراقبه كتدخل بحال هاد الناس مساكن اللي دار ماشي مساكن هو راه جريمه شوف الرشوه جريمه انا راه ماشي مع المجرم ولكن غير كنفسر ولكن ما تنحللش ليه باش نلقى ليه الطريق لا راه الجريمه ما خصهاش تكون الرشوه ما خصهاش تكون عندنا في بلادنا ولكن ملي كتخرج الاداره كتخرج باش دير ليه المراقبه باش تطحنوا اما اللي خصها تراقب راه ما كتراقبهمش راه هما اللي الفوق تيدوزوا الملاير كيدوزوا بزاف ديال الحوايج الملاين لي بوز كيتشراو بزاف ديال الملاين بغيتي تطلع حتى واحد لعشرين مليون سي رشيد نعم أه... كان كنا في كازا آه؟ خلاص يعني وكما نعم. قلت لك قبيله كان كانت ديك الساعه في بوسيجور كانت القشله ديال السيمي في بوسيجور كان كانت دابا الديبلاسمون دي بني ملال حد الديبلاسمون ديال فاس وكان آه؟ واحد آه. ما عرفتش شنو دار ودخل واحد المسؤول قال له انت اين مفرزه يعني مفرزه الا لمن تابع آه. قال له آه؟ لبني ملال قال له شكون المفرزه اللي مفرشه حداكم قال له فاس قال له راك ميتين بني ملال لفاس اواه هادي هادشي في التسعينات مي بني من الفاس وكان واحد الكوماندار في كازا حيت انا خدمت في كازا كان دير الخريطه ديال المغرب في البيرو ديالو ملي كيدير شي بوليسي شي حاجه كيدير يديه هكذا موراه بلا ما كيشوف بلا ما كيشوف كيدير صباع على الخريطه يقول له اين مدينه في كاين صبعي يقول له مدينه الفلانيه كيقول له سير راك ميتي ليها سير سمعت جمع سمعتها سمعتها دابا شوف دابا رجل الامن في المغرب ولا محقور مدلول وما عندوش قيمه ديالو ولكن شكون اللي دللو دلاتو الاداره العامه للامن الوطني اللي هي خاصها تحميه وتعطيه كرامته وتعطيه قيمه نعطيك غير مثال بسيط أه بوليسي خدام في الرمبوة مثلا وقف واحد الطوموبيله اعطيني الوريقات ديالك اعطيه وريقات هاك بغيتي تخلص مخ... تحط لي مخالفه ضرب المخالفه الله يعاون لا كتلاقى مع شي واحد تيعرف شي واحد ولا بنت فلان ولا ولد فلان تيبدا يسب لك في البوليس يخسر لي نهارو ويطيح من قيمتو ومن الكرامه ديالو وانا غنحيد لك الكسوه كيفاش تحيد لي الكسوه عطيتيها ليه انت راه ليه الدوله والخايبه تيعيط لك شي واحد دابا دابا هاد بنادم شد لك البوليس يغسلو صبنو اه تيجي التليفون ويعيط لك ما نعرفش شي واحد كيتعنى به وتيعيط البوليس تيقول له عطيه وراقي اطلق كيفاش بغيتي البوليس انت غيمشي عند ولادو مرتاح غيطلق مرتاح مرتاح مرارا هذه وقعت مرارا تكرار اعطيه مم. ورقه يمشي اعطيه ورقه يمشي هذه وقعات هذه بدون نقاش السي رشيد هذه وحشومه آه. اعطيه ورقه يمشي آه كان عندنا واحد الساس نعم آه فلوري حيت نشد انا الدائره 19 و 10 و 21 السيكتور كان عندنا واحد الذهبي فاس بدون ذكر الاسم هذاك اللي كيتحكم في مسؤولين ديال البوليس هو غير هيبي نعم غير ذهبي كيبقى يعيط لهم في التليفون راه واحد البوليس جالس في قهوه راه واحد البوليس كينتظر مناضل ليه راه واحد البوليس كيرتاح راه واحد البوليس مخبع هنا راه واحد البوليس داير هنا كيسير مربح عنده هذا المكلخ هذا ما الوضعيه و... مع كامل احتراماتي ما بغيتش نقول لك المهنه اللي كان كيدير سمعت يا استاذ فهمت تنقرا شويه راني تنقرا العقل من الناس مره مره قريت فهمتك شنو غتقول عارفه فهمتيني هذا اللي خدمته واللي بقاو دوت الساعه الدراري ديال البوليس كيعطيوني اخباره مازال ما بغاش يطلق من البوليس مازال ما بغاش يطلق من البوليس خدمته هي هذه علاش حيت كاينين مسؤولين بودينا ولا شنو؟ بودينا اه مسؤول مش كي كلشي مسؤول بودينا هو آه. و... مسؤول بودينا ولكن مفهمت. انت انت باش واحد شويه غادي نختموا الحلقه نابل. شنو 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 كيبان لك في الحلول اللي خص الدار باش نتفاداو مثلا انت كرجل امن سابق شنو خاص هاد الاداره آه دير طلع لي القبيله شي حاجه طلعت هنا شي واحد كتب لي شنو دير لي قبيلة طلع واحد الميساج ما عرفتش فين داز شي واحد كتب لي شي حاجه رجال الحموشي ما هذا آه دازت لي اول حاجه شوف غير بين قوسين ما كاين لا رجال الحموشي ولا هم يحزنون هذوك رجال الامن الوطني وتخدموا مصلحه الوطن ما راجل لا هذا ولا هذيك هذيك الماء ما خصهاش تبقى تخدم هذوك رجال الامن الوطني حمشي راه خدام دابا مدير راه من بعد غادي يمشي غيجيب واحد اخر سالينا خلينا مع الخربقه هذا خاص الاداره العامه للامن الوطني باش تنقص من هذا من من هذا التعسفات ديال المسؤولين دير واحد اللجان مركزيه دير واحد اللجان بحال دابا شي بوليسي دار شي مشكل باش ما يضطرش يمشي للانتقاء ولا الانتحار هذيك اللجنه هي اللي تكلف بالاستماع اليه يكون فيها ضباط الشرطه وعمداء يكونوا تابعين الاداره مباشره ما يكونوش تابعين لولاه الامن والمدينه يكونوا تابعين الاداره مباشره اي مشكل كان انتقلوا له راه كيتخلصوا لي ديبلاسمون اي مشكل كان انتقلوا يكونوا بحال دابا 10 اللجان في المغرب كامل يخدموهم على المغرب شمال جنوب الشرق الغرب تكون كتنتقل هاد 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 المجموعه لجنة. هاد اللجنه نعم لجنة. تكون كتنتقل هاد اللجنه هادي للمدن استاذ وهما يستمعوا للبوليسي لان بعد الخطر يكون المسؤول حاضر عندك البوليسي كيبقى يكتب في التقرير اللي يبغى الكونفيدونسيال نعم. دابا المشكل هو الكونفيدونسيال استاذ كيكتب بك المسؤول انت ما عارفش كاع حتى كتجيك عقوبه انت نعم. ما عارفش واش انت غتقول له راه ما درت ما عمر غيخنقوك انت يا بتاتا اول اول حاجه ملي كتقول العقوبه واخا نقولوا البوليسي كيدير واحد واحد الغلط لي ظروف يمكن ما اهلوش يمكن ما كونوش مزيان يمكن يمكن ظروف كثيره علاش غتجيو تعاقبوا لما كان شي حاجه كبيره غتخصك تجلس معاه على الارض تفهم الوضعيه علاش دار هذاك الغلط شنو هي الظروف شكرا اشنو دار تفهم الوضعيه وجلس معاه وعطيه الفرصه يمكن خاصه الامكانيات الماديه والمعنويه والتقنيه باش يدير واحد الخدمه زوينه وفر ليه هذا الشيء هذا وفروا ليه باش يدير خدمه زوينه خاص الاداره العامه للامن الوطني سهر على الراحه ديال رجال الامن سهر عليهم هي يدي لهم خدمه زوينين باش يخدموا يدير باش هما يديروا خدمه زوينه ويعرفوا يجلسوا يهضروا مع المواطنين يستقبلوه وتخلص المخالفه ديالك بكل دي بكل فرح تنقولوا واش كتجي الاداره كتجي كدير ليه العقاب والبوليس واللي ولي, انا صراحه تنعرف عدد ديال الناس خايف عليهم س... ولا لا خايف عليهم ما خايفش عليهم من المواطنين او المجرمين وخايف عليهم من الاداره ديالهم تكرفص عليهم تفضل الاخ حسن كمل أه يمكن الصوت مشى يعني هذه الاداره العامه للامن الوطني بلاصه ما تحمي هاد رجال الامن الوطني باش يعطينا واحد الخدمه زوينه باش يحميو لينا الوطن باش يحاربوا الجريمه اللي اللي الجريمه راكم عارفين ما نكذبوش على راسنا الجريمه راه ارتفعات بواحد ارتفاع صاروخي الجريمه بجميع انواعها غلبات على البوليس بلا ما نقول نكذبوا على راسنا غلبات عليهم ولكن شوف راه ماشي البوليس اللي ما دايرش خدمته راه اول حاجه راه الاداره ما دايراش خدمتها باش تسهر على الراحه ديال هذا رجل الامن واش رجل الامن خدام 16 ساعه ما واكل ما شارب ما ناعس في خاطرو ما مقبل مرتو وما مقبلين ولادهم ما حيلتوش المشاكل ديال الفلوس ديال همو مرت وديال مرتو وديال هذا ديال هذا راه ما مرتاحش ولا ما مرتاحش راه ما غايديرش خدمه طبيعه الحال واش واحد ما عاطيش انت الماتيريال ما مترينيش بيه ما مأهلوش ما وتقول لي خرج حرب ليا الجريمة الناس هزة السيوفة والماس والروينة واحد خدام النار كله هو في الكوميسارية وتقول لي سير جيب لي واحد المجرم من ما نعرف منين ماشي هو اللي خصو يمشي يجيبو هذاك خدام تيدير المحضر خدام بحوايج عادية سيفيل اللي غيخرج خصك تصيفط ليه بريكاد دانتيرفونسيون او واحد الفريق ديال التدخل تيمشي بفم تيهز بنادم عندو عنده الماتيريال عنده الكلاب ديالو عنده الخيل ديالو عنده الطوموبيلات وعنده المعدات ولا اش كيسميوها ديالو <applause> استاذ نعم. انا بحكم بحكم التجربه ديالي انا انا طلقت النار ثلاثه ديال الخطرات ولا اربعه بامتي بالفردي نعم لا الناس تيقول لك ايوا جبد صافي راه غير جبد السيف تيري فيه هذيك تيري فيه راه عندها عندها من بعد ما كتيري راه ماشي غير اجي وتيري نعم محضر تيري خاصك تيري وجمع الخاوي القرطاس اه سمعت هذيك الضحكه تجمع الخاوي تجيبو معاك تجيبو معاك بحال شي واحد ديك غادي يعمرو بالملحه وتيري به اه القرطاس الخرجه كتزغرت والمجرم هالسيف السيف وانت عاد تقلب على الخاوي فين هو آه. اون بليس دو سا راه ملي كتيري في المجرم راك حتى انت كتطلع لا بي معاه اه نعم باش يستمعوا لك في محضر الحيتيات وظروف ديال اطلاق النار اسباب هذا اه اسباب ديال اطلاق النار نعم فهمتي الناس لا بلو مره ما عرفاش و لك خصو ياخذ الاوردر من المسؤول ما حتى مسؤول يقول لك في الجهاز شو انت كتقول له راه معني بالامر سلاح ابيض من الحجم الكبير حتى حتى شي مسؤول في المغرب كامل انه يقول لك جبت السلاح وتيري فيه هذه هذه نقطة شوف هذه نقطة مهمة نتمنى المواطن أنا كنت عارفها ولكن نتمنى الإخوان هم يعرفوها ها علاش البوليس ما كيتيريش راك سمعتي تيقول لي جيب لينا هذيك القرطاسة خاوية قلب عليها الظرف الظرف ولا سميتو ولا ندوي ولا هذا القرطاسة راه بعض المرات راه كتمشي كيلومتر أو كيلومترات كتبقى تمشي إلا ما ضرباتش في شي حيط حد حداك وبقات تما داخلة ولا طاحت أو دخلت لشي واحد في رجلي ولا كيفاش غنجيبها هي خاوية أش غندير بها صافي تيريت صافي خرجات مات هما كاع لقاوها خاويه اش غيديروا بها؟ ما يقدروا يديروا بها ما يقدروا يديروا بها والو ما يقدروا وي وعاد زيد علاش البوليسي كيخاف؟ كيخاف من التقرير خاصو هو بعدا الاول يدير واحد المحضر طويل باش يحمي راسو وعاد غادي يطلعوه يستنطقوه بحال راه هو دار جريمه او زيد وزيد وزيد علاش هذا على والو هذا تخربيق فوق وعاد زيد بنادم ما كيترينيش ما باش يتيري ما كيترينيش بالسلاح ومي تنقولوا السلاح ما يخرج السلاح صافي جبد تيري لا البوليسي في المغرب يتيري غيجيبها غي في راسو هو راه تيبقى مسكين شاد السلاح وكيترعد اول حاجه ما مترينيش باش يتيري باش يجيبها هي هذيك ثانيا هز الهم لا باش يتيري تا ويلي شنو غادي يطرا من بعد يقدو عليه يضحيو به هذي ما عارفينهاش نتوما ما عارفينهاش وكوا... ما عارفينهاش تيقول لك واه هزو تيري اه تيري راه ما عندوش راه ما مخلينوش تيري وعلاش ما عندوش واحد الاداره اللي غتحميه صعيب صعيب السد الفردي والتيري نعم راه را كتبقى تخمم 100 مره باش تجبد داك السلاح من اللي توي وتارمي نعم. وتيري را... أنا... نعم صعيب بزاف راه انا اول مره غادي نتيري راه السيد كيشير عليا وكان في الدروج الفوق كان كان عليا وكان يشير وكيشير عليا وكنقول غير الله يسر وصافي واش نتيري ما نتيريش غير بوحدي كنفكر وهذا هذا راه في ثانيه دجا في ثانيه في ثانيه وكانت لي ربع ساعه باش باش نطلق البريز وملي تيريت آه لحق عليا صاحبي كيغوت عليا وعلاش تيري يا صاحبي وحنا بقات لنا ربع ساعه ونمشيو وخليه الله يعاونو دابا يتشد مره اخرى شوفين ولينا يلاه شوفين ولينا شتي هذا هو المشكل شوف حنا موضوع ديال اليوم الدار خاصة كنديرو واحد لوماج خاصة كنديرو بحال واحد تشجيع الناس ديال ديال الامل الوطني والله يرحم الناس خاصة اللي مات واللي انتحروا هذا اكبر دليل بلا الجهاز ديال الامل الوطني راه ما مرتاحش راه ماشي في خاطرو وما شنقولو خاصو بزاف ميدر بزاف ميدر القصه طويله انا مش شبيلا كاين شي تغيير التغيير راه قلنا تنبنيو عمارة الامن الوطني ولا اداره جديده راه كيبنيوها الحوايج الطوموبيلات ومره مره كيمثلوا عليك بشي وحدين دايرين الكاغول واقفين بالسلاح بحال راه را تيتيري كل نهار زعما راه يجبدوا من يجبدوا من وسط الحوانه تنقولوا ما كاين والو ما داكشي راه السينما بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا ومحد الاداره العامه الامن الوطني ما في رجال الامن يعني كتدخل الانسان اللي عنده الكفاءه بوليس اللي عنده الحب ديال هذيك المهنه وكتعطيه الاليات اللي خاصها وتعطيه التكوين التكوين الطويل والتكوين المستمر راه ما عمرنا غيكون عندنا وخاص الاداره العامه شنو كدير خاصها تسهر على الراحه ديال رجال الامن الوطني مي غتسهر على الراحه ديالهم وتوفر لهم تسمع لهم ماشي تسمع عليهم تسمع عليهم راه غيمكن يكون عندنا واحد الامن واعر وكنفتخروا به ماشي بحال دابا مره مره تيكذبوا علينا تيقول لك ال واحد الدولة استعنات بالامن ديال المغرب او دي, دي الله واش ما بغيتوش تفيقوا وحنا ما شدينا حتى في الشفيفير ديال راس الدرب عاد نزيدو دوك السيوفة عاد نزيدو صحاب المخدرات وتقول لي انت واحد الدولة كتستعان بهذا وافقوا الناس من القلبه ما بقاوش يدوخوكم عاوتاني حنا تنهضروا على شي حاجه واقعيه شوفها قدامك ما بقاوش على راسكم كاين اللي تيقول لك فين تيمشيو بعض المرات البوليس يخدموا تيصيفطوا من الدول العربيه الدول الافريقيه راه تبزنيس راه البوليسي ما كيمشي راه الملايين تيتحطوا وتيعطيو هو واحد شويه ما عرفش شحال تيعطيو المهم تيحقروا عليه راه تبزنيس راه ماشي كيمشيو حيت حنا البوليس واعرين ولا راه الناس عندهم واحد النقص في بعض الدول كيديو البوليس ديالنا يحرشو عليه تيضربو في الملاير في قوم الادارة الادارة. في فيه الملاير القريضية و تيخليوه تما دونك فيقو من القلبة حنا خص الإدارة الإدارة خصها تحبس من الإهمال ديال رجل الأمن راه قلت لكم خصها تستثمر في رجل الأمن تستثمر فيه بركة علينا ولا بركة على البوليس من الدوبلاج بركة من التعسفات الضغوطات بركة من دوك الحسابات والتنقيلات بركة من العنف النفسي راه البوليسي ما مرتاح يعني بركة من الترهيب البوليسي ما خصوش بعدا ما خصوش يخدم بحدو خصم يديروا دوريات يخرجوا جوج ثلاثه اربعه على حساب ولكن ما عمر شي بوليسي يخرج بوحدو خاصهم يكونوا جوج ورا مشاكل وطرات شحال حاجه احترام الساعات ديال العمل ديالو تيخدم 8 السوايع تيمشي بحالو ما تعيطو ليه ما تصدعوه ما تبرزطه. خليه يبرمج حياته ديالو مع وليداتو مع مرتو مع قرايتو ولا شي حاجه شنو كيدير خاص الاجور تهز ليه شويه ولكن الاجور كتجي في مرتبه الاخيره البوليسي المخير مخير تهضر معاه يقولك الفلوس ماشي مشكل نتقاتلو حتى حنا ونعيشو نتقاتلو خصو بغى الراحه ديالو بغى الابقات ما يكونوش سوايع مدوبله يكونوش هاد التعسفات وزيد وزيد لا بغيتي تحارب الرشوه ولا توقفها سهر على الراحه ديال رجل الامن وعاد زيد ليه شويه ديال الفلوس وقرب خاصه الاداره تقرب رجل الامن من العائله ديالو فين ساكن يسكن حدا وليداته حدا مرته حدا با وامو باش يعطيك واحد يكون السفر قريب ليه تيخرج من دارو تيمشي يخدم وتيرجع ماشي واحد مشير عليه في مراكش مرتو ولادو يمكن في فاس ولا في طنجه با مو يمكن في الراشيديه ولا ما نعرف فين واش هذا الشيء هذا من حياه عند السيد هذا اش من حياه طبيعه الحال غادي يوليو تينتحروا اداره هذه الاداره خاصها دير مثلا مساعدات تقدم مساعدات ديال السكن الترقيه اللي كيحطوا على الناس الملاين يعني باش يطلع قراد خاصها تولي عاديه راه كاين واحد القانون تيقول لك خدمتي خمس سنين في هذا الكراد او عشر سنين راه غدوز اوتوماتيك مورا ما لا اوتوماتيك ولا هم يحزنون تطلع تتفاصل بالفلوس باش تدوز يعني خاصنا الترقيه بلا تدخلات آه الساعات الاضافيه اللي تيخدمو تخلص كيف هي وتخلص نفس الشهر ماشي يبقى يعين 3 شهور 4 شهور بحال اللي كيسعى تتعذبوا التشجيع ما كاينش تشجيع في هذه الاداره هذه آه كاين واحد النقص كبير في التجهيزات والمعدات بلا ما نبقاو نزوقوا راه هذا راه باين راه كنشوفوا كيفاش خدامين البوليس عندك الظروف ديال العمل الصعبه ديالو عامه راه مدقده مدقدقه وبارا كم التهديدات حد ديك التهديدات تنقول اللي يهضر يرعف اللي يهضر غنسير به لشي مدينه وزيد وزيد زعما تقوا الله في بعضياتكم راه هذاك راه كتخدموا مصلحه الوطن ومصلحه ديال المواطن الامن دابا هو براسو خصو امن اللي غادي يحميه علاش هاد الخدمه ما خداماش واحد الكلمه قلتي الاخ حسن هي السلاح الابيض انا ضد هذيك الكلمه ما عارفش علاش السيف سيف فيه مترو تيقول لك سلاح ابيض هو يضربك يحيد لك راسك ولا يقسمك على جوج تيقول لك سلاح ابيض <applause> <applause> هذا واش غادي نسميوها استاذ وسميه سلاح دخلوه في السلاح بحال السلاح الناري كاين السلاح الناري دخلوه في الاق في سميتو دخلوه في المرتبه ديال السلاح هذيك حيدها الابيض سلاح جبد السلاح <applause> واحد السلاح كتقول ليه موس سيف سلاح ناري جبد سلاحك تيري هبط كنا كنلوصيو البرقيه بهذه الطريقه هذه سلاح ابيض من الحجم الكبير سمعتي آه ولكن ديك ابيض راه هي فيها المشكل ابيض زعما راه اينوسون بريء واش شنو شنو فهمت سلاح السلاح سهل. الابيض يعني يعني بريء هذاك السلاح بريء راه يضربك راه ما يقتلكش راه غيصيبطك للمقبره الحمد لله نعم خرجنا منها خرجنا منها سالمين سالمين وتنظر حنا درنا شويه على درنا شويه ديال درنا شويه على هذه القصه هذه صراحه راه ما قريتش بزاف ديال التعليقات كل واحد حر يكتب اللي بغى اللي تكتب مزيان تعبر على راسه. اللي تكتب خايب راه على راسو حنا اليوم ما جيناش ان... كنقولوا ان... الهدف ديال هذا اللايف هذا هو نعطيو واحد شويه ديال الالتفاتة للرجال ديال الامن الوطني اللي كينتحرو راه شوف راه الناس كينتحرو بزاف ديال تنهضروا على الامن الوطني ما تنساوش العواقب اللي كتجي من بعد العائله ديالهم واش كيطرى عليها الوليدات ديالهم اللي تيبقاو من بعدهم والله ما كتعقل عليهم الاداره العامه للامن الوطني والله ما تعقل عليهم هذا هو المشكل راه ميتيموتو او كينتحروا والله ما كتعقل عليه للاسف هذا هو الهدف تاع هذا اللايف بواحد الالتفاته الرجال الامن الوطني عامه وخاصه الناس اللي الله يرحمهم توفاو مؤخرا ماشي توفاو عاديا توفاو انتحارا بالسلاح ديالهم او شنقا او كاين اللي تلقى التران باش توصل بك والاداره العامه ما عمرها قالت بالله راه ظروف العمل دائما ظروف العائلية ظروف اقتصادية يعني تتلوح التهمة المرأة للوليدات وزيد وزيد يعني نتمنى هذا الميساج يوصل ونتمنى راني عارف كي تصنتو كي ما ماشي مشكل ما عندنا ما نخبيو تنقولو هير, هير الصراحة وما غاديش ما غاديش نخبيوها او نسكتو عليها واللي بغى يوصل الميساج يوصل واللي بغى يثيق يثيق حنا هدف ديالنا بغينا بلادنا تولي مزيان تماما السي رشيد ما, ب... ما بغينا والو انا من المتابعين كنتمنى من من قلبي يوصل هذا اللايف هذا ليهم تما ويقول لهم حسن الشداد والاستاذ رشيد المنصفي كيبلغ لكم التحيات ما عندنا مشكل هذا المنبر هذا وي شو لا ل... بغاو حتى الخبره لا بغاو حتى الخبره نعطيه لهم مجانا انا راه عشت في المغرب و كنت باغي نعطي بزاف ديال الحوايج خاصه في المجال الامني مجانا حبا في الوطن ديالنا ولكن والله ما عمر شي واحد تسوق او شي واحد بغى ديك الخبره علاش حيت غتدخل انت ما غتبقاش تسرق بحالهم باغيش تضرب المارشيات وزيد وزيد باغي عاد تصفي انت كتقول مي كتقول لهم انا باغي مصلحه الوطن انت تخلعهم ما عندهم ما يديروا بك آه شكرا الاخ حسن شكرا الاخ جيراندو اللي حضر معنا في الاول شكرا للمتتبعين المتتبعات ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده آه يوم شنو اليوم الجمعه يوم الثلاثاء ولكن شوف قبل ما نمشيو قبل ما غادي نخليكم آه الله يرحم الوالدين عطيونا شي موضوع اجتماعي موضوع اجتماعي باش نبقاو حنا في المسار ديالنا يعني شنو هو الموضوع اللي بغيتو نهار الثلاث انا غنقيد دابا ومن بعد نشوفو كاين نحاولوا نرضيو بعض الناس واللي ما شنو باغا نديروها مره اخرى شنو هو الموضوع اللي بغيتو نهار الثلاث نناقشوه ان شاء الله الهزرة الكريدي الوليدات أه شكون اللي كتب الوليدات فسر لينا اكثر أشوف الدارجه راه ما تنقراهاش وما كنكتبهاش ولكن نتمنى شي واحد يعاوني والاخر يتشرى لتحت يفسرها آه موضوع الجاليه في المغرب الطلاق طلاق هضرنا عليه مؤخرا ولكن غادي دائره الجريساج دائره الجريساج الزواج تعليم القمر القمر هضرنا عليه اللي كيهضر على القمر راه واحد ل... كاين واحد الحلقه ولا جوج كنظن في اليوتيوب في القناه ديالي يدخل راه تلقاهم الجهد الكريساج كلمه الكريساج كتعاود بزاف الصحه عزوف على الزواج غنقدو نعاودوها ولكن راه هضرنا عليها شحال هادي ولكن ما عندي حتى مشكل نديرو التكرار والاعاده ونعاودو شحال من حلقه حيت كل ما عاودنا الا كلما توقفنا وشي حوايج تيبقاو في الدماغ ديالنا العكس ديال شي اخوان واخوات تيقول لك راه عاود كتعاود يعني هذا دي الشيء راه قديم راه المواضيع الاجتماعيه ما عمرها كتقدم وكل ما عاودتي وعاودتي 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 الا كتمكن منها بحال الفنون ديال الحرب كاراتي تايكوندو شي حاجه بوكس ولا هذا راه في الاول ملي كتدخل نعطيك كميتار مثال ملي كتمشي تريني في الاول كتكون بدائي كتولي هكا ديرها ها ما, ما كتعرفش لاكارد ما كتعرفش تحمي راسك كيقد واحد يشير عليك يضربك يوصلك لك ولكن بحكم التكرار كتريني 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 كتعاود كتولي عندك واحد الحاجه ديال اش لك ديال كتحمي راسك كتولي اوتوماتيك يعني غير واحد كيتحرك ولا تيبان لك صباع يد الرجل خرجات بالزربه هذه كتطلع بالزربه بوم كتحمي راسك يعني حتى في المواضيع المواضيع ديال القرايه كنغديو الفكر ديالنا باش نتمنى ونطلقه في واحد المستوى راقي ديال الحوار حنا ما والو كنطلبو غير نتحاورو راه من حقك في هاد المواضيع ديالنا اه, أه... سوم ساكت دو أه... يمكن تقول اي شيء المواضيع ديالنا راك حر قول اللي بغيتي ولكن قولوا باحترام ما تنساش بعض الاخوه والاخوات ملي تيدخل تيكتب شي حاجه خايبه راك كتهرس من من الموضوع انا ما غاتهرسنيش ما غاتزعزعنيش ما غاديش شوف الحمد لله واثق في راسي 1000% ومستقر 1000% يعني راه ما غاتزعزعنيش انا شخصيا ما غتحرك فيا حتى غرام الريح راه ما بقاش يضرب تيضرب هنا وتيرجع ما بقاش كيدوز ولكن اش كدير ملي كتكتب شي حاجه خايفه كتعبر على راسك هذه معروفه بطبيعه الحال ولكن راه كتتهرس واحد الامه واحد الوطن اللي هو المغاربه مجموعين هنا كيناقشوا الموضوع كتهرسنا كلنا وخاصة إلا دخل شي أجنبي تيفهم اللغة العربية أو كيفهم الدارجة ديالنا كتشوهنا وكشو المغاربة كي كيتحاورو ما يهضرو للأسف آه راني قيدت بعض النقاط وغادي نشوفو الهجرة الجماعية كنهضرو على الهجرة راه مؤخرا راه شت فيديوات راه البكا شفت واحد الدري مسكين غادي بمو في واحد الفلوكة ولا اش كنسميوها غادي بها مسكين حارق بها انا قال لك ما بغاوش يقدوش يعالجوها ما كاينش الامكانيات وهذا غادي بها لسبانيا حارق هو وياها عائلات حارقين الهجره الجماعيه اللي دارت مؤخرا من الفنيدق كان الضباب استغلوا الفرصه ومشاو حرقوا وتجي انت تقول لي المغرب من اجمل بلدان العالم انا اللي غادي نقول لك سير راجع هذه الفكره هذه ملي عندك الحريق جماعي حيد هذه الفكره هذه من المغرب من اغنى بلدان العالم اه متفق معه ولكن الثروات مسروقه واللي مسيرينو كيديو لك هذاك يعني نوض على حق ماشي ديروا بحال الاستاذ زيان مسكين دخلوه سدوا عليه هذا هو وتا شي واحد موقف معاه تا شي واحد ما عليه تنظن رحنا نهضرنا شويه بغينا نعطيو واحد لوماج الرجال الامن الوطني وخاصه اللي انتحروا الله يرحمهم نتمنى هذه الانتحارات تنقص ولكن هذه خدمة الإدارة العامة الأمن الوطني إلى ما عرفتوش تخدموا هاد الشيء نعطيكم احنا الخطة ونعطيكم استراتيجية ونصائح كيفاش تخدموا باش تغيروا هذا الشيء ولكن ما حد بقى داخل هذاك الجهاز بقى نعمل سيدي عملاً لو والخوف البوسان تاع اليدين والركيع والرشوه دايره تما راه ما غيتغيرش هذاك الجهاز هذا الجهاز راه عندنا مع خبره من 1956 كي قلت لكم راه الاب ديالي كان هو في الامن الوطني وتعرض للتعسفات والضغوطات وزيد وزيد جاب فراسو الله يرحمه وتسبوا ليه امراض وضغوطات وزيد وزيد حتى مات فلاش في العمر ديال 38 39, -39 والاداره العامه للامن الوطني في غيبوبه الوزاره والاداره اللي كتسهر على التقاعد في غيبوبه ملي كنقولوا اغنى بلاد في العالم راه عندنا اغنى عندنا احسن تقاعد في العالم احسن تقاعد ولكن شكون اللي شادينو البرلمانيين والوزاره يمكن يخدم نهار نهار ويمشي بحالو يقدم الاستقاله او يجريو عليه و لك التقاعد مدى الحياه ما خدمش دراسو حتى نهار وما يعرف من لي في الزرواطه وفي نفس الوقت عندنا اكثر تقاعد في العالم راه الاخ هشام اعترف بها وقالها واش كاين ماشي غنعينو عنده ورقه فيها 8 ديال الدراهم تقاعد هادشي راه انا سخف... مش ماشي سخفت عرقت ان هادشي كيضرك انت باغي تصلح انت باغي تشوف واحد الوطن احسن وحدين اخرين ما تيسوقو فوق بنادم تيدوزو فوق منه تيطحنوه ايوا لكم شكرا شكرا بزاف على الحضور ديالكم و ملتقى ديالنا نهار الثلاث ان شاء الله نفس الوقت مع العشرة ديال الليل في موضوع اخر انا غادي خديت واحد النقاط وغادي نحاول نرضيو واحد الفئه وحنا غادي نتنبتلو. شكرا لكم كثيرا وتصبحوا على خير وبون ويكاند